يسلم لسانك يا فيصل والله، يعني لانه فعلا ما بنعرفش نتكلم في الكوره، كل الشغل قضايا وهبد ورزق وضرب وحوادث واقسام شرطه ومشاكل كتيره جدا بالجمله ومحاكم. يا رب ان شاء الله نبقى سوبر. قبل ما ارحب بضيوفي، مجلس اداره نادي الزمالك اصدر البيان التالي. يؤكد مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب على تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وكافة الجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري، ويثمن مجلس إدارة كل الجهود الكريمة المبذولة من كافة الكوادر التي تعمل من أجل إنجاح البطولة. ويؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح الرياضية ورفض أي تجاوز أو خروج عن القانون. وفي هذا السياق، فقد تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي فتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل نهائي بطولة السوبر لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي. ونؤكد على ثقتنا الكاملة في عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق. ده بيان نادي الزمالك، ولازم كنت أقوله لحضراتكم. محمد فارس، مساء الفل. مساء الفل يا كابتن شوبير، وسعداء يعني بإن احنا موجودين مع حضرتك مرة جديدة، وأكيد في أحداث كتير مهمة نتكلم فيها في حارس الأهلي. احمد اسامه، مساء الفل. مساء الفل يا كابتن، وطبعا يعني بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وكالعاده دايما كده بتسرينا جلستنا مع حضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب. نبدا بالانضباط. نبدا بالانضباط. عندنا قصتين، القصه الاولى كهرباء، القصه المخفيه التي اصبحت علنيه. وانت بالتحديد في الحلقه اللي فاتت كان ليك مفارقه، ده حقيقي كان المفروض ان انا اجيبها الحقيقه، لكن معلش لما سالتك عن كولر وتاو والضرب والخناق واللي اتقال، هسيبك ترد تقول قلت ايه في المره اللي فاتت. لكن ازاي شفت تصرف النادي الاهلي، مدير الرياضي كابتن محمد رمضان، مجلس اداره اللي موجود هناك، وتصرفه في هذا الامر؟ وطبعا هنروح على القضيه الثانيه، قضيه لاعبي نادي الزمالك. شفت يا كابتن شوبير ان اللي حصل هو امتداد لسياق ومنهج تاريخي في النادي الاهلي، وده اللي انا سعيد بيه، لان زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت لما حضرتك كنت بتسال على اتاو اتكلمت وقلت لحضرتك بوضوح ان ده لو حصل في النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي هيعلن ده. النادي الاهلي هو اللي هيقول ان عندي لاعب اخطا مع مدير فني ويبادر بالعقوبه. يمكن بعدها شفت كتير من جمهور النادي الاهلي بيؤكد على مواقف من دي، وشفت ناس كتيره جدا من بتنتمي لانديه تانية بتقول ما فيش حاجه كده. اذا بالنادي الاهلي يفاجئنا وكانه بيقول التاريخ عبارة عن سلسلة من المواقف النادي الأهلي بيبنيها. هو ده النادي الأهلي، هو ده شكل النادي الأهلي. وأنا عايز أقول أنا مش مستغرب إن ممكن يكون في بعض من جمهور النادي الأهلي ده وارد عنده يعني حاسس ان القرار قوي جدا، حاسس ان لا القرار فجأة وانت اللي بتخرج القرار وقبل مباراة مهمة، والبعض يقول لك الله انت بتخرج وأزمة وقبل مباراة مهمة. بس يا جماعة هو ده النادي الأهلي. يعني هو ده النادي الأهلي، انت بتوصل درس ان النادي الأهلي هو فوق الجميع، ده سلوجان وشعار وبس، ولا فوق الجميع بجد؟ لا فوق الجميع بجد. لما بنتكلم المره اللي فاتت يا كابتن وبعيد تاني عن حسين حجازي ابو الكره المصريه في 1928 بيخالف قواعد النادي وبروتوكول النادي في استلام الميداليات، مش بس بتعاقبه رغم رفض الاتحادات واللجان الاولمبيه وقتها، انت بتعاقبه وبتعلق ده على لوحه النادي الاهلي وقتها. يعني اللي هو الناس كلها تعرف ان انا خدت قرار. امتداد كابتن ابراهيم حسن مع المنتخب في 97، المباراة ما بين منتخب مصر والمغرب، مش النادي الاهلي، النادي الاهلي بيبادر وهو اللي بياخد قرار. واعود واؤكد ان ابراهيم حسن وحسام حسن كان من اقرب اللاعبين الى قلب كابتن صلاح سليم رئيس النادي. ثم كابتن حسام حسن نفسه، عشان بس الناس بتقول ان احنا قبل بطولة مهمة. طيب احنا قبل بطولة مهمة، هو احنا في 94 يا كابتن شوبير ما كانش النادي الاهلي فقد الدوري ثلاث مواسم؟ كان فقد ثلاث مواسم الدوري في حدث الجمهور بيغلي، يعني اصعب من دلوقتي 100 مره، وبتقول للمدير الفني بتاعك الراجل ده وضعك ايه؟ بيقول لا ايقافه ممكن يؤثر على الفريق. هو كان هداف الفريق طبعا. هداف الفريق الموسم اللي قبله كمان، يعني انت عملت حسام عمل كل حاجه الموسم اللي قبله عشان ناخد الدوري وما توجناش. اذا بيك بتوقف حسام حسن نتيجه القاء التيشيرت على الارض. هي سلسله. كهربا نفسه تعاقب قبل كده بغرامه كبيره جدا، ثم انت بتيجي الناس نايمه بتصحى على خبر النادي الاهلي بيقول انا النادي الاهلي، انا المؤسسه اللي لها قواعدها، انا اللي كلنا ك
كمنتمين للنادي الاهلي لازم نعرف ان في نسق معين، انا مش عايز اجي على كهربا. نعم. خلاص النادي الاهلي خد قراره، مدير الكوره خد قراره، هو اللي عارف ابعاد الموضوع، ما يهمنيش كهربا عمل ايه هناك، وما بقفش عند ده خالص ولا يشغلني. يشغلني ان كابتن محمد رمضان احنا كلنا كنا بنقول وجوده مهم لارساء الانضباط. فلما يجي يا جماعه يبقى لازم نكون احنا اول ناس في ظهره، وزي ما بقول هذا هو النادي الاهلي اللي انا شخصيا ما حبيتوش عشان بيكسب بس. طيب. انا حبيته عشان ده. في البعض بيقول ماشي كل كلام فارس ده حلو وجميل، لكنه يا سيدي ماشي استبعده، اوقفه، اخصم له، لكن ده قصه 48 ساعه وعندك مباراه مع المنافس التقليدي بتاعك اللي كان كسب قبلك وانت عارف انه هتلعبه، فكان هدوء شويه في التعامل مع هذا الامر، ولما ترجع خد القرارات اللي انت عايزها. اللي بيقول كده من وجهة نظري هو متعاطف بالتأكيد مع كهربا، واحنا ما عندناش مشكلة من التعاطف مع لاعب لان ده ابننا، ابن طبعا النادي الاهلي، واحنا لكن الناس متعاطفين معه. لكن اللي بيقول كده ما مرش عليه ايقاف 15 لاعب. نعم. نجوم وصفوة كرة القدم المصرية 85 وانا رايح الاعب نادي الزمالك فريق اسمه العتاولة. سألنا يعني حضراتكم كنت في الملعب بيتعدلكم من جمهور الزمالك هتشيلوا كام بلغة الكورة؟ طبعا فاكيد اكيد المواقف اللي زي دي هي اللي بنت تاريخ النادي الاهلي. ويمكن فارس راح نقطه كويسه جدا سبحان الله، يعني كنت ملنك معاه فيها، هي فكره حسين حجازي. عارف المفارقه يا كابتن في سنه 1928؟ اصلا انا عندي قناعات ان التاريخ بيعيد نفسه دايما. وهناك جينات تتغير، الاسماء تتغير، الوجوه، ولكن هناك هويه لكل نادي. حلو. ف 1928 البطوله اللي تم حرمان حسين حجازي منها هي الاولمبياد. نعم. سافرنا وخدنا مركز رابع. حصل ايه بقى في الاولمبياد دي؟ اتنين لعيبه، واحد تابع لنادي المختلط اللي هو الزمالك حاليا، واحد تابع لنادي المصري، عملوا سلوك خارج عن النص وتحولوا لتحقيقات ومساءله قانونيه بره، وجم هنا اتحرموا من فكره التكريم مع المنتخب اللي حصل على المركز الرابع. نعم. وقتها كانت وزاره المعارف. يتحل الاتحاد وينقسم الاتحاد ما بين جعفر ولي باشا رئيس الاتحاد ورئيس النادي الاهلي، وبين محمد حيدر وكيل الاتحاد ورئيس نادي المختلط، ويتأجل مباراة الأهلي والزمالك في دوري القاهرة، وكأن التاريخ بيعيد نفسه دايما. فالنهاردة المفارقة بتحصل، كهربا لاعب النادي الأهلي، لو كان النادي الأهلي ما طلعش خبر الإيقاف ما كانش حد عارف بحاجة. ده صحيح. بدليل ان الموقف حصل بالليل، الناس فوجئت الصبح بكل الصحفيين بكل الإعلاميين. نعم. ان في مخالفة او في حدث ما. فالنادي الأهلي هنا بيحافظ على هويته في التوقيت اللي احنا انا يعني كويس قوي باين الاعتذار اللي جه من نادي الزمالك، لكن انا شايف ان هو جه بشكل متاخر جدا. مفيش اعتذار فيه؟ يؤكد مجلس اداره نادي الزمالك على تقديره التام لدوله الامارات وكافه الجهات القائمه، ونثمن الجهود الكريمه المبذوله من كافه الكوادر، ويؤكد ان سياسته تقوم على التزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح الرياضيه، رفض اي تجاوز او خروج عن القانون. تقرر تكليف الجهات المختصه بالنادي فتح تحقيق موسع وعاجل حول الاحداث التي وكبت. نؤكد على ثقتنا الكاملة في عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق. إذا أنت شفت إنه رفض أي تجاوز أو خروج عن القانون ده شايفه اعتذار؟ لا 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 لا، مفيش اعتذار، والاعتذار كان لازم يخرج بمسماه الطبيعي وكلمة اعتذار. نعتذر عن المشهد المؤسف الذي حدث في مباراة، لأن أنت هنا مش بتسيء فقط لغير للاعب ولا بتسيء لنادي، أنت بتسيء لسمعة رياضة مصرية. نعم. وكرة قدم مصرية، خاصة يا كابتن شوبير أنا آسف إن الأمر ده بيتكرر لتاني مرة مع فريق نادي الزمالك في الألفية الجديدة مرتين. أنا في 2005 فريق الباسكت رايح يلعب مباراة ودية مع فريق أردني بيعتدوا على الحكم وبيعتدوا وبيكسروا الصالة وبيعتدوا على الأمن. يعني عشان ما نخرجش خارج الإطار بتاعنا خلينا في اللي إحنا فيه ده. الأصعب يا كابتن. نعم. الأصعب إن لازم يكون في وقفة مع فكرة من يمثل نادي الزمالك إعلاميا. لأن ما ينفعش يطلع يتقال تهديد بالانسحاب ونلاقي مسؤولين آخرين يتكلموا في فكرة اللي بيقولوا فيه تهديد بالانسحاب دول بيثيروا التعصب. طب ما ينسقوا الأمور مع بعض. باختصار شديد يا كابتن، أحمد سالم متحدث رسمي والأستاذ المندوه النهارده في أمور واضحة جدا، تناقض. نعم. بين الموقفين. نعم. احنا كلنا هنا من أجل سمعة كرة القدم المصرية. نادي أهلي، نادي زمالك، نادي بيراميدز، نادي سيراميكا هم ممثلين لكرة القدم المصرية. نادي الزمالك وجوده في البطوله له قيمه كبيره. طبعًا. بدليل ان طبعًا. هو مشترك بكارت ذهبي من اللجنه المنظمه. دعوة. نعم. عارف ده حصل بقى ليه يا كابتن شوبير؟ نعم. من هنا المشكله. لان احنا هنا نظريه التعامل بالطفل المدلل هي اللي افسدت مناخ كره القدم. نقول ان اللي داعيه الاخوه الاعزاء في الامارات. لا، ما انا اقول لك السلوك اللي حصل هو اللي مشكلته هنا. نعم. ليه؟ لان السنه اللي فاتت احتفال خارج عن النص في مباراه الزمالك والاتحاد، ويتم قرار من لجنه الانضباط ويعلن في المواقع ان في ايقاف 4 مباريات للاعب دونجا، والقرار
بيبقى يدخل الدرج ما يطلعش. السنه اللي بعدها وفي المملكه العربيه السعوديه في 8 مارس 2024 بعد نهائي كاس مصر يتم اشارات لجماهير النادي الاهلي من شيكابالا ودونجا برشاوه وساعات واتهام واضح للنادي الاهلي، ويكون القرار المفترض تبعا للائحه 4 مرات بيدخل الدرج وما بيطلعش. نعم. فكل ازمه كابتن شوبير بيبقى فيها دلائل تدليل. نعم. يطلع جوميز وفي 17/6/2024 بنقول بالتواريخ يمكن لحد في لجنه الباط يسمعنا يعتدي على عاطف حسين الحكم الرابع وينقلها البث المباشر للجنه المسابقات تعاقب برغم ان في نص واضح في اللائحه 8 مرات و100 الف جنيه غرامه، ولا لجنه الانضباط خدت بالها حتى الان 17/6 الموسم الماضي. انا مستعجب جدا وبنعتذر للجانب الاماراتي ان هم يعني بعض منهم سال اين عقوبه اللاعبين من الاتحاد المصري لكره القدم ولجنه الانضباط برغم مرور اكتر من يوم عندهم. هم بيقولوا برغم مرور اكتر من يوم، لا يا جماعه احنا اسفين، احنا برغم مرور اكتر من سنه مش لاقيين عقوبات. لو العقوبات دي يا كابتن شوبير اتطبقت على الكل بما فيها النادي الاهلي، والنادي الاهلي اول نادي بيتقبل القرارات والعقوبات، ودليل واضح ان لجنه الانضباط لم تعاقب سوى كهربا فقط لا غير. وكان مفيش حد تاني بيخطئ. مباراه الاهلي وبيراميدز سب واضح وخروج عن النص من لاعب طلع اعتذر عنه مروان حمدي لاعب بيراميدز واعتذر عن الواقع، ولجنه الباط مش موجوده ولجنه المسابقات مش موجوده. فطبيعي جدا من امن العقاب اساء الادب. طيب خليني اسالك يا فارس، انه الموقفين، موقف النادي الاهلي مع كهربا والاحداث، وطبعا كلنا بنتمنى لاولادنا ان شاء الله يرجعوا بالسلامه وانها ان شاء الله الازمه دي تعدي باذن الله على خير زي دي حاجه ثانيه. طبعا مفتوح انه ربنا سبحانه وتعالى يعديها له على خير، لانه في النهايه دول اولادنا، لكن بنتكلم على اسس عامه واطار عام. هل تكون القضيه دي الموقفين دول، موقف النادي الاهلي اللي انت شرحته باسهاب واسامه اكد عليه وانك متمسك بثوابتك وقيم وانه التاريخ بيعيد نفسه وتعامله، وموقف المسؤولين في التعامل مع، انا بتكلم هنا مسؤولي الرياضه في التعامل مع القضيه اللي كانت ممكن يعني يتم احتوائها بشكل جيد، لكنه للاسف انفجرت، او يعني كره الثلج كبرت وتدحرجت. طبعا بص يا كابتن، احنا لو بنحسن حاجه في الرياضه المصريه في رايي ما دون النادي الاهلي هو ان احنا بنحسن حاليا صناعه الازمه. فن صناعه الازمه مش فن حل الازمه، ده فن صناعه الازمه. ازاي انت زي ما حضرتك قلت المشكله تكبر، كره الجليد تكبر، لحد ما توصل ان انت بتحاول تعالج حاجه كان ممكن علاجها اسهل. وانا عايز اقول هو يبدو ان هو اسبوع المفارقات لبعض الناس اللي كانت شايفه ان قرار النادي الاهلي وقرار مدير الكره. انت عندك مدير كره يا كابتن شوبير بيخرج عقوبه في واقعه محدش شافها للاعب داخل غرفه ملابس النادي الاهلي وبيعلن النادي الاهلي فيها عقوبه. في الجانب الاخر خلي بالك لا فيها لفظ نابي ولا فيها تطاول ولا فيها مش عارف كلام الايه ولا الايه ولا الحاجه من دي، وفي كلمه اتقالت لا تليق ان توجه الى مدير الكوره، ولكن هو كلمة قالت لا لا يعني كلمة قالت ممكن بتعدي، ممكن واحد يقولها لك وانت تضحك. صحيح. هنا ما فيش ضحك، هنا لا في عقاب وعقاب شديد. انا بس عايز اقول طبعا ازاي نقدر نستفيد؟ العدالة الناجزة طبعا، القوانين الواضحة طبعا، تطبيق اللوائح سريعا حتى تستقيم الامور. انا هقول لحضرتك ما هو ده يبدا داخليا. نعم. ده يبدا داخليا، وبدي مثال بالنادي الاهلي عمل ايه، ثم تلاقي مفارقة ان مسؤول في جهاز الكرة في نادي اخر بيخضع قيد التحقيقات لتورطه في ازمه. ما هو ده هنا الناس، احنا ما ينفعش ان احنا بقى ندفن راسنا في الرمل. نعم. احنا لازم نقول كابتن بعد اذنك اقول لك حاجه يا فارس. عارف انت ازمه دونجا اللي احنا اتكلمنا فيها دي؟ نعم. كابتن مدير الكوره طلع بررها لدونجا. ده حقيقي. فلما تبررها لدونجا السنه اللي فاتت طبيعي تشترك معاه في حاجه السنه. فهي الفكره ان انا لما اجي اقارن، يبقى كابتن شوبير الموضوع ليه شقين. الشق الاول داخليا، داخليا انا اجي لازم ارسي قاعده وارسي مبدا، مش اتورط مع لاعبين في امر زي ده. تاني حاجه الفكره بتاعت القرارات بتاعت اتحاد الكوره والقرارات بتاعت اللجان، هو ده اللي ودانا للمرحله دي، اللي ودانا ده نسق سلوك متكرر وصل مسؤول او حد بيتحدث باسم نادي يا كابتن شوبير ان احنا نيجي في ازمه نقول ان احنا بنتعرض لضغوط. بتبرر بايه انت واسامه انه، وانا بكرر ما ذكرته في المقدمه، انه زي قصه الحكم الرابع طب اللي كتب تقرير وتم اخفائه طب، وان المراقب
انا بقول كلام على مسؤوليتي يا جماعه بنسبه 1000 المليون المية، وان المراقب كتب تقرير وقالوا له عارف اغنيه محمد رمضان اسمها انساي ولا اسمها ايه؟ انساي مش كده بمعنى انسى مش كده؟ يعني احنا كنا زمان بنقولها انسى اتغيرت دلوقتي يعني. تبرر انه تبرر بايه؟ انه مسؤول كبير في اتحاد الكوره انسى، ومسؤول كبير في لجنه المسابقات يقول مش وقت. اقول لحضرتك انا خلي بالك انا داخل بقى على لجنه مسابقات جديده بقى، بس انا بتكلم على القدام مش الجداد يعني. طبعا ابرر ان اولا الكلام اللي حضرتك بتقوله بمعلومات بتسجيل موقف ده كلام لازم الوسط الرياضي كله يقف عنده، لان حضرتك بتتكلم في امور لا تستقيم ابدا ان هي تحصل في الرياضه المصريه. الحاجه الثانيه ان ده نتاج سياسه الموائمات. لا يمكن ابدا في اي رياضه ان هي تستقيم بسياسه الموائمات. ان انا اجي اقول عندي وقعه اعتداء على حكم باين في مباراه المصري فنتيجتها في انسحاب، فنتيجتها ان عايزين نحتوي الامور فما ينفعش نعاقب جوميز دلوقتي، نتيجتها ان احنا ما ينفعش نعاقب عبد الله السعيد دلوقتي، نتيجتها ان جمهور الزمالك ويا كابتن احنا بنتحدث والله العظيم القصه منادي، القصه ان الرياضه المصريه ما فيش ده ما بيحصلش في اي حته ثانيه، ان الجمهور بيقرر فكره السباب الجماعي للمباراه الثالثه في نفس المباراه اللي هي بتاعت المصري دي وبعد مباراه بيراميدز والاسماعيلي الواقعه الثالثه، اللائحه بتقول ايه؟ لا اجتهاد في وجود نص، اللائحه بتقول ان ايقاف الجمهور مباراتين اذا بغرامه ماليه بتخرج وما فيش ايقاف. السلسله دي ممكن ازيد لك من الشعر بيت ان الغرامات دي ما بتتحصلش. ما هو ايه اللي بتحصل ورسوم الكود والمديونات بتحصل يا كابتن شوبير؟ ما بتحصلش ده بجد يعني. فالنمط ده النمط ده من فكره نظريه الاحتواء اللي هي مش مرتبطه بتحكيم بس، اللي هي مرتبطه بقيد لاعبين رغم وجود مديونيات، اللي هي مرتبطه بالمجاهره. كابتن شوبير حضرتك اشتغلت في اتحاد الكوره، في حاجه اسمها مسؤول عن اتحاد الكوره يطلع يقول اه اتفقت مع رئيس نادي ان احنا ما نعلنش خبر ايقاف قيد احد الانديه ويبرر ده بان ليه الانديه الثانيه تعرف؟ ده اسمه فير بلاي، ده احنا كلنا بنتسابق في مسابقه واحده، من حق اللاعب يعرف النادي ايه؟ فيجي بعدها الفيفا في يناير اللي بعده بعد التصريحات دي على طول يحط نظام في مكاشفه قايم على سيستم بيعرف الانديه الموقوف قيدها ايه؟ ويعرف ده اسامه وهو بيقول ان هدفه من ده ايه؟ الشفافيه طبعا، وان الانديه وعناصر اللعبه والجمهور له الحق الاصيل في معرفه الانديه الموقوف قيدها. وانا عندي مسؤول في اتحاد الكوره وفي لجنه سابقه بيقول ان الانديه تعرف ليه؟ هو الجمهور ماله قيد موقوف ولا مش قيد موقوف؟ كابتن شوبير احنا بنشوف في الدول اللي عندها دوريات قويه بتنافسنا العقوبه بتخرج بالنص باللائحه بالواقعه بالسند. احنا لو مش هنروح للحته دي ولو مش هنبطل فكره احتواء وانا بكررها الانديه، وان رئيس لجنه مسابقات يطلع يقول اه اجلت عشان كان عنده ماتش في الكونفدراليه بالخلاف للائحه، في حاجه اسمها بالخلاف للائحه؟ فانا اتمنى ان اللي جاي ما يكونش فيه ده، لان احنا دفعنا ضريبته إساءة سمعة الكرة القدم طيب. المصرية في ناس أكرمت ضيافتنا وأنا بأكد ده تفضل. ولا يجوز الإساءة أبدا يا كابتن شوبير، ناس أكرمت ضيافتنا. لا لا ده الأستاذ حسام المندول اللي طلع قال مش أنت اللي قلت ولا أسامة وتعاملت ده لسه الراجل عامل مداخلة قد كده وقال هذا الكلام وقال لك اللي بيكتب الكلام ده لا عارف ولا فاهم ولا معانا ولا شايف كرم الضيافة ولا شايف الاحترام مش معاهم إزاي ولا شايف اه والله وانا مش عارف مش فاهم ازاي يعني انا بقول لك يعني اللاعب اتباع خلاص لا والله قال لك لا اللي يعني المتحدث الكلام ده قال لك مش معانا وما يعرفش كرم الضيافه وجميل انك تدرك خطأك وانك تحاول تدركه لكنه عشان اخلص من النقطه دي يا اسامه احنا داخلين على عصر جديد على انتخابات جديده على اتحاد جديد على لجنه جديده وسامع دلوقتي تاني ان هناك فكره لاعاده الرابطه يعني كان القرار انه ما فيش رابطه وفي لجنه وان حسام الزناتي ما بقاش في حسام الزناتي في طه عزت وده حد كويس قوي ان حسام ممكن يكون عضو في اتحاد الكوره وده برضه يبقى كويس قوي لو حصل لكنه انت يعني خلال شهرين هيكون عندك اتحاد كره قدم جديد هيكون عندك لجنه مسابقات جديده هيكون عندك رابطه انديه جديده ايه المطلوب الفتره القادمه عشان الامور تستقيم وبالمناسبه الحقيقه عجبني جدا انه حد يعني من الناس المسؤولين الهامين يعني قال لك في حاله انسحاب الزمالك هنعمل قرعه وانا كتبت الكلام ده وباكد طبعا شفته طبعا هنعمل قال لك فانا حتى بقول له يا فندم طب ما تخلي يعني بيراميدز الاهلي كسب سيراميكا والزمالك بيراميدز هو اللي خسر فرقه قال لي وسيراميكا ذنبه ايه؟ ومفيش لائحه اصلا قال لي مفيش لائحه وسيراميكا ذنبه ايه؟ فهنعمل قرعه ما بين سيراميكا وبيراميدز واللي يكسب القرعه يلعب الاهلي في الفاينل اتفضل ما المطلوب فيما هو قادم بص يا كابتن هو لو جينا عايزين نقول المطلوب فيما هو قادم
اول حاجه هنقولها ننفذ يا جماعه اللوائح والعقوبات. انتوا نزلتوا عقوبات ونزلتوها بوضوح، وفي عقوبات بنتعلمها، لان ما كانش حد يتوقع ان ممكن فريق وصل للدور النهائي في السوبر فانسحب بعد كده لاسباب صعبه، فنحط ده برضو لائحه، ونحط الاهم هي فكره تنفيذ اللائحه على اي مخطئ ايا كان مين هو المخطئ. واحنا هنا من قناه النادي الاهلي بنقول لك لو النادي الاهلي اي عنصر من عناصر اللعبه فيه اخطا عقبه طبعا، بس بشرط ان انا لما الاقي حد تاني بيغلط في انديه اخرى اشوف العقاب. حضرتك بتقول الاستاذ طه عزت كويس جدا رئيس لجنه المسابقات، واحنا بندعم ده جدا، بس انا كنت مهم جدا اشوف له دور النهارده او امبارح. هيعمل ايه طه؟ لا انا عندي اتنين لعيبه ومدير كوره. السوبر مش بتاعه. هما السوبر بتاع مين؟ بتاع الاتحاد والرابطه. هو لسه راجل بيقول يا هادي ولسه ما اشتغلش لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. مش رئيس لجنه المسابقات ده تبع الاتحاد. ولا تعرف له بيشتغل ايه دلوقتي لحد دلوقتي يعني، لسه بيتحسس خطاه. يبقى نخلينا في الاتحاد. خلينا. ما هنيجي نتكلم خلينا في الاتحاد والرابطه. هيقول الاتحاد ماشي، لا الاتحاد كان لازم ياخد قرار. انا ما ينفعش انا مش احنا بنحافظ على سمعه الكره القدم المصريه. هتقول يا جماعه الثلاث بيانات اللي اصدرهم اتحاد الكوره منذ بدء الازمه حتى هذه انا يعني ايه؟ يعني ايه عندي اتنين لعيبه؟ هم هيتجننوا جوه دلوقتي في انا بيانات. انا طبعا عارف حضرتك. انا فاهم طبعا. هم اربعه ولا ثلاثه؟ ثلاثة. الأخير كان قوي. الأخير كان أقوى. الأخير أقوى. اللي هو البيان الصامت. ده طه. ده كان الفاضي ده. بيان السايلنت. الفاضي ده. بس ما هو قوي. يعني ودقيق. يعني معبر. ولا واعتذر بشكل مباشر بخلاف الزمالك. طبعًا طبعًا. لا وتواجدوا في متواجدين في الفندق ومتواجدين في المحكمة. لا لا ومعبر. يعني فاهم معبر. عارف يا كابتن احنا اختلفنا مع كابتن حسام حسن ان هو طلع في مؤتمر قبل مباراة موريتانيا اتكلم عن الاتحادات. لكن الحقيقة هو بعيدًا بقى عن فكرة ان هو قال الكلام ده قبل مباراة موريتانيا هو محق في كل كلمة. لان الحقيقه احنا ماشيين على نفس النهج ده بقالنا فتره طويله ومفيش حد بينفذ عقوبات، مع ان العقوبات واضحه. انت حاطط اللائحه واللائحه واضحه، حتى لو اللائحه فيها عوار يا سيدي نفذ العوار اللي فيها، بس تنفذ. لكن اللي بيحصل يا كابتن مفيش اي نوع من انواع التنفيذ. وزي ما بقول لحضرتك هي فكره سياسه الطفل المدلل. عارف انت لما يكون عندك طفل كل شويه بيعيط فتدي له لعبه؟ هي نفس القصه بالظبط. احنا عندنا مشكله هنهدد بالانسحاب عشان ماتش المصري، لان هم ما اتظلموش في ماتش المصري، او الفكره ان هم مظلومين ولا لا، لان عارف ان في جمهور ممكن يتوقف، فانا لما اعمل اخدك لاتجاه معين بس انا عايز اتجاه تاني، فانت تقول ايه؟ خلاص عدي جمهور وهكذا. دونجا لو طلعت الايقاف، وبقول لك معلومه مؤكده كانوا بيهددوا بصاحب اللعيبه من المنتخب الاولمبي، خلاص عدي دونجا وعدي شيكابالا. مش هينفع الطريقه دي. الحل يا كابتن شوبير نفذ اللائحه على الجميع. نفذ لائحتك تنام وانت مرتاح وكله تمام 100%. فاصل ونرجع تاني. احب الاثنين، العب كويس واكسب، وان ما كانش اللعب كويس اكسب على طول وخلاص. والله طبعا ان احنا نلعب كويس قوي دي حاجه مهمه برضو، بس الاهم ان احنا نكسب. يعني كده كده المكسب في الاول في الاخر هو اللي بيتحسب. لا طبعا الاثنين، اداء ومكسب. النادي الاهلي معودنا دايما من واحنا صغيرين يعني الاهلي بيكسب، والاداء كمان اكسب بدون اداء، لان في الاخر المكسب هو الرياضه كلها، فالاهم اللي انا اكسب من اللي من الاداء يعني. احب الاثنين، بس هو في مباريات برضو بتكسب ولا تلعب. انا مقتنع بكده الحقيقه. لا انا العب كويس قوي بس عايز اكسب برضو. لا بس هم عندي الاداء يعني. لا احب طبعا نكسب، بس برضو ما يعني احب الاداء كويس، بس ما يهمنيش الاداء كويس قوي قد ما يهمني ان لازم اكسب. احنا كاهلاويه ما بنرضاش لا بالتعادل ولا بالخساره. احب قوي اكسب باداء، بس مع النادي الاهلي طبعا فريق النادي الاهلي الاداء بيبقى فيه حاجه تانية يعني، بس في الاخر طبعا لازم يهمنا الاهلي كاهلي مكسب. اكسب ولا العب كويس؟ والله انا عاجبني جدا التقرير ده، وعاجبني ان هو جاي في توقيت مناسب جدا، لان حضرتك اكيد متابع نبض جماهير النادي الاهلي بعد مباراه الاهلي وسيراميكا. ماشي. الطبيعي ان احنا كسبانين، ومش كسبانين بركلات ترجيح. انت كسبان 2-1
ومع ذلك الجماهير مش راضيه. السوبر ده يا كابتن كاشف لامور كتيره جدا، او بمعنى ادق كان في اجذوبه دايما بتقال ان جمهور النادي الاهلي يهمه بس يكسب المباراه وما يهموش اي اداء تاني، في مقابل انديه اخرى تقول لك احنا عندنا افضل لعيبه في مصر واحنا بنلعب الكره الحلوه والكلام ده كله. الموضوع ده اختفى تماما، او بمعنى ادق الموضوع ده تم البرهان عليه في السوبر ده والسوبر الافريقي اللي فات، ان فكره ركلات الترجيح او الفوز بركلات الترجيح او الفوز بدون اداء مقنع لجماهير النادي الاهلي غير مرضي. ليه؟ جماهير النادي الاهلي وصلت لمرحله انا عندي رفاهيه. بمعنى ايه عندي رفاهيه؟ انا راجل بحقق 4-5 بطولات كل موسم، فانا خلاص وصلت لمرحله البطولات بتيجي. انا دلوقتي بفكر في ان انا استمتع بفريقي. طب لو لعبتي ما ادتش الاداء اللي يقنعني وانا كسبان، لا انا عندي ازمه. وده اللي احنا شفناه، انت كسبان سيراميكا كليوباترا، كسبان في الماتش في 90 دقيقة، كسبان 2-1 عليه تاني. لكن القصة ايه؟ انا عايز امتاع، بس برضو رفاهية الامتاع دي ممكن نتخلى عنها في بعض المباريات في النهائيات. طيب خليني اسألك يا فارس عن قصة مباراة سيراميكا وحالة الغضب الشديدة جدا لدى جماهير النادي الاهلي، وكان فعلا الغضب ده من الاداء بس؟ ما هو انت كسبان خلاص، هل من الاداء ولا هل من الشكل ولا هل من التشكيل ولا هل من الإدارة الفنية للمباراة؟ هو غضب مبرر جدا. مبرر؟ طبعا كويس. طبعا، وبشوف ان احيانا الجمهور ترمومتر الاداء. ليه؟ لان الجمهور اتكلم في نقط كلها انا بشوفها صحيحه، وكمان الفنيين اغلب كلام الفنيين راح لنقاط انا بشوف ان دي من المباريات اللي الكولر قليله يعني محدش ظلمه في التقييم. ده نروح فيه اللي جاي الافضل اكيد، ولكن المباراه نفسها اولا انا عندي حاجه مزعلاني كابتن شوبير شخصيه، ومستني لعيبه الاهلي تصالح جمهور الاهلي فيها في المباراه النهائيه، اللي هي ان انا كنت مستني الروح تكون مختلفه قبل الفنيات. نعم. من اول دقيقه جمهور الاهلي زعلان، احنا خسرانين السوبر الافريقي، الجمهور مش راضي، اللعيبه نفسها المفترض الجمهور منتظر منها شكل معين. انا في الملعب ما حسيتش ده قوي، ماشي، ما حسيتش ده قوي، مستني احسه في النهائي. حلو. ربما برضو سيراميكا والمباراه والتغييرات ما خلتش كل لاعب يطلع اللي عنده، لان ده شق فني مهم. كولر بقى يعني كولر، انا من الناس العاشقين لكولر، واللي شاف مسيرته مع النادي الاهلي قويه جدا، شافه من انجح المديرين الفنيين في تاريخ النادي الاهلي قولا واحدا. نركن بقى ده على جنب، نروح في ال 90 دقيقه اللي عادي. اعظم المديرين الفنيين عملوا مباريات سيئه. طيب اختيار التشكيل، ربما اتفهم فكره محاوله وجود حد يخلق التدرج بالكره والخروج بالكره اللي هي ازمه من بعد رحيل عبد المنعم، انك ما بتطلعش بالكره صح، ثم داري اللي ايضا بيطلع بالكره افضل نسبيا من الناس اللي موجود، فحاولت تحط قفشه امام على الطرف عشان تبدا تطلع بالكره من العمق وعلى الطرف، بس حطيت نيدفيد واكرم، فكره التدرج بالكره معاهم صعبه. نعم. وجود امام عاشور جناح، وانا اتفهم ان كولر حاول وصمم ان هو يبقى على رضا سليم. نعم. والراجل ده ما يمشيش. طب الراجل ده ما يمشيش، امام عاشور بيلعب طرف وهو مش موجود، ثم طبعا طاهر كان موفق في المباراه، حاجات كتير جدا فنيا جوه المباراه. كابتن شوبير انت حاسس ان التركيبه دي مش هي افضل حاجه. سيراميكا محاولاته عليك اكتر، الاستحواذ اكتر، دي مش هويه النادي الاهلي. وهنا لازم اقف عند فكره الهويه، انا ممكن اغير، وانا اتفهم كولر انه ربما عارف راهم بكل اللي على الترابيزه كده على المباراه النهائيه. بس دي كانت مخاطره ومقامره وليست مغامره. لان انت ما تضمنش المباراه ايه، وفعلا المباراه كانت ممكن تروح في اي وقت. صحيح. فده في صعوبة شديدة جدا ان انت هتعمل ايه في المباراة الجاية، ولكن ربما اتفهم بقى، ما هو كل حاجة لها وجه قبيح وجه حسن. نعم. انا خلاص اشتريت الوجه القبيح في مباراة سيراميكا، ماشي، اتفهم بقى ان عندي اسامة ابو علي فت عن اي مدافع في الزمالك لان هو راجل مريح. اتفهم ان حسين الشحات فت عن اي لاعب، اتفهم ان مروان عطية اللي كان راجع من المنتخب ريحته. اتفهم ان انت انا عديت معاك الصعب، بس انا بقى مفترض في المباراه الجايه الاقي ثمار ده. وعندنا مشكله كده يعني في سرعه التحولات. التحولات الدفاعيه للهجوميه مش ده معدل الثواني اللي كان بياخدها الاهلي، لا. احنا بطاء جدا في التحولات، والارتداد الدفاعي والتحول من حاله الهجوم لحاله الدفاع برضو بطيء جدا في استعاده الكوره. يعني اتمنى يتعلم من محمود عاشور، الراجل راجع يعني الكوره على الفار في ثانيتين، نتعلم منه السرعه. انت بتتلكك عايز تنكشني في الفار وفي كره بيراميدز، لكن ده يخليني
اسالك واسالكم انتوا الاثنين السؤال المشترك عن المباراه القادمه. عايز تتكلم عن اللي فاتت اتفضل زي ما انت عايز، لكنه هنا فارس واتصلنا للمباراه اللي جايه. اتفهم وان انت وان غامرت وان قامرت عشان مباراه الزمالك او ايا كانت، كانت المباراه النهائيه فتصادف انها امام الزمالك. هل كولر هنا هيغير من طريقته، هيغير من اسلوبه، هيغير من تشكيله، ولا ممكن يفاجئنا بنفس الطريقه ونفس التشكيل ونفس الاسلوب؟ بص يا كابتن، بصيت انا وفارس واكيد حضرتك عمالين نقنع نفسنا ان كولر بيعمل كده على اساس يحضر المباراه النهائيه. نعم. لو هو فعلا بيعمل كده انا هكون مستريح. ماشي. لكن انا مش حاسس ان هو بيعمل ده. لا هو بيعمل كده. بيعمل كده؟ لا احنا لو مش حاسس احنا مش مستريح، مش كلنا نقلق ونجيب ناس تقلق. مش احنا اقنعنا نفسنا؟ اقنعنا نفسنا. هو كان بيعمل كده يا عم اسامه. خلاص. مشيها بيعمل كده. يبقى هو كان بيعمل كده. كان بيعمل كده ولا كانش بيعمل كده؟ هو ما فيش، انا مش هقبل خيار تاني. خلاص كان بيعمل كده يا عم اسامه. بجد مش قادرين نقبل والله غير انه بيعمل كده. خلاص بقى. لكن التشكيل لا، لازم التشكيل يتغير. انا كابتن الحلقه اللي فاتت مع حضرتك قلت لك ايه؟ ده في 7 لاعبين لعب مش هيلعبوا السوبر الجديد مع سيراميكا كليوباترا اللي لعبناه السنه اللي فاتت. لا لقيت منهم لعيبه موجوده في الملعب. انا فوجئت ان طاهر محمد طاهر مهاجم ومع كامل احترامنا بذل مجهود كبير، سجل هدفين، نجم المباراه. نعم. ولكن لما تيجي تتكلم في طبيعه الوضع بتاع التشكيل مش طبيعي ان طاهر محمد طاهر. لا بس كويس يعني، اتمرن كويس، فورمه كويسه، قدم بشكل جيد وجد ما شاء الله. وجد. نعم. لكن الازمه اللي انا بتكلم فيها، انا عندي لعيبه في وسط الملعب، انا في لاعب في وسط الملعب يا كابتن 27 تمريره في 83 دقيقة. ما ينفعش. ما ينفعش عندي لعيبة حتى على الجانب البدني تبدأ تتكلم في ان المباراة لازم تنتهي. انا يهمني، لا انا بس عايز اشرح النقطة بتاعت امام عاشور. طيب يا ريت، عشان لان احنا مختلفين طبعا. عليها، هي فاول بيعترض على فاول ولا بيعترض على ايه؟ عليك بقى. انا هقول لك السر. مش انتوا بس بتوع الكواليس؟ لا ده احنا انا بقول لحضرتك هو بيعترض. احنا كلنا اذان صغير. الكورة كانت فاول لامام عاشور. انا بقول لك سر اهو. ايوه. انا النهارده مديك 3 اسرار. تمام. ومحدش فيكم عبرني ولا 50 قرش على الترابيزه ولا اي حاجه. ماشي عادي يعني. ولا الهوا ولا حتى عزموني والله العظيم 3، انا اللي حسبت على الشاي الاخضر اللي انا بشربه ده. عشان تبقوا عارفين يعني. لا ماليش دعوه يا اخوانا اللي جاي عليكم. لا طبعا. فاللي حصل انه كان في فاول لامام عاشور. ايوه. انا بقول لك الحوار. فاحمد الغندور بيصفر، الصفاره وقعت من بقه. حد يعرف دي؟ لا. صفاره وقعت منه. لا دي ما اعرفها، احنا كنا عرفناها فاول. فامام جري، فاللعب الكره كملت. فامام جري، الكره هجمه خطر. فامام جري على كابتن احمد الغندور. يعني الكره فاول، فهو ما صفرش فاول. كمل وبتاع وبعدين راح صفر. فامام قال له بعدها، قال له كابتن طب لو، قال له انت كنت هتصفر والصفاره وقعت؟ قال له قال له طب لو كانت جت جون؟ قال له كنت هرجع للفار. يعني اختلاف تفسير مشهد. يبقى كده ده كويس كده. عشان بس ده انت ابن حلال والله، انت فكرتني عشان اقول للناس وطمنتني والله. لا ده انا بقول لك الحقيقه، فما قالوش صفر ولا وقع. لا هو بس يعني ده الموقف. أيوه. يعني بس انا هنا في المباراه النهائيه يا كابتن، انا اخشى ما اخشاه فكره بعد الاحداث اللي حصلت دي ان يكون في امور تحكيميه صعبه. لان الحقيقه الدور نصف النهائي احنا النادي الاهلي قال زي كل الانديه احنا بندعم الحكم المصري. تمام. بس في جانب يا كابتن محدش بيتكلم فيه، ان الحكم المصري لا يدعم نفسه. لان بس هل في كان في اي اخطاء لاحمد الغندور لصالح النادي الاهلي ما اتحسبتش في الدور النصف؟ لا لا، احمد الغندور الحقيقه. لكن على الجانب الاخر اخطاء يعني كارثيه مع ناس، خلينا نتكلم محمد معروف وامين عمر اللي بنسبه كبيره هو حكم، بنسبه 100% حكم مباراه النهائي. الاثنين مع الكاف في البرو، يعني اثنين اهم مصنفين. اثنين مصنفين. نعم. فلما يجي محمد معروف مش قادر ياخد قرار في ركله جزاء واضحه لانه مش قادر يتمركز صح في الملعب وينتظر تقنيه الفيديو ترجعه. بس بتحصل يا اسامه يعني. تمام معاك يا كابتن. طب حصل يعني ما مش طب عايزين نكون ظالمين. هروح معاك. نعم. خلينا نتناقش معاك. نعم. خد انت جانب محمد معروف. لا والله انا باخد لا ده يعني بس يعني بتحصل يعني لسه. تمام. شايفه بس في حاجه بقى ما بتحصلش يا كابتن. نعم. اللي هي ايه؟ انت جيت شفت خلاص اطمئنتنا ركله الجزاء. مظبوط. انت ما طبقتش بقى القانون. مظبوط معاك. هنا انا معاك في دي. هنا بقى هي دي المشكله الكبرى. طبعا خلاص خلصت. موافقك 100%. انا هنا ازاي بالظبط اطلع؟ نعم. ازاي بقى انا هنا اقول انا واثق في التحكيم؟ تعالى النقطه الثانيه، انا الحكم اللي عندي محمود عاشور، ومعلومه يا كابتن اكيد حضرتك عارفها، تم ابلاغ محمود عاشور ان هو حكم تقنيه الفيديو في نهائي السوبر. لا وانا بكملها لك اهو، محمود عاشور وائل فرحان. بس ما انت مطلع 2 حكام فار بالظبط، فهم اللي هيديروا يعني. ايوه لانه كابتن فار واسيست.
كابتن محمد فاروق عمل تصريحات قال لك انا عندي 5 حكام اختار منهم الحكم، فيعني لا. طب هل طبيعي بعد اللي حصل في مباراه الزمالك وبيراميدز؟ ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل في، انت شايف انه الهدف مش تسلل؟ لا، في حاجه دايما يا كابتن. أيوة. كده بيقول لك ايه، بيع لي قرارك، انا لا هقول لك تسلل ولا هقول لك جول. ماشي. انا هقول لك انت اساسا اشتغلت صح، وللاسف طلعت تصريحات وكلام كتير من مسؤولين في الاتحاد قال لك اصل تقنيه الامارات غير التقنيه المصريه. انت كده اولا بتشكك في كل القرارات اللي ممكن تتاخد بعد كده في مصر في الحالات المشابهه. انا عاوز وقت اشوف انت خدت القرار ازاي. في الدوريات الاجنبيه كابتن بيحصل ايه، بتعمل زوم على اللاعب المهاجم وتوريني اخر نقطه في جسم اللاعب يقدر يسجل بها جول المهاجم. انت عايز تسوق القرار طبعا. انا مش شوق، ما هتسوق بس لا ده انا عايزك تشتغل اصلا. ما انت شغلتك كحكم فار ايه؟ أيوة، ان انت تعمل زوم برضه اسامه او في 58 ثانيه يا كابتن. في 58 ثانيه وماله؟ ايه المشكله كابتن. ايه المشكله وماله طالما الكره واضحه بالنسبه لي؟ لا ما لحقتش اعمل زوم. والنهارده خدها كابتن ابراهيم نور الدين. كابتن بيومه الحقيقه شامل زوم عليه وراح. لا ما انا اقول لك اهو، خدها كابتن ابراهيم نور الدين وراح للساده المحللين وشرحها لهم ومع الحكام شرحها لهم، فاثبت انها تسلل، فخلاص نمشي انها تسلل. طيب. مش هنقدر نتكلم في ده، اثبت انها تسلل. ونمشي انها تسلل، ولكن احنا عندنا في المباراه بعيدا عن التسلل عندنا كلام كتير جدا في ركله الجزاء زي ما حضرتك قلت. نعم. ان كان تستحق كارت لبنتايك كارت. نعم أحمر. مظبوط طبعا، ده يؤثر على نتيجه المباراه. عندنا جهاد جريشه طلع قال ان الهدف الاول لصالح هدف نادي الزمالك هدف غير صحيح. انا بتكلم عشان الاوت يعني. انا بتكلم يا كابتن شوبير ان في بعض الأرق التحكيميه اللي شبت القرار. طيب انا بقى عايز اتكلم في الجيم اللي بره الملعب. قولي. لان من الاخر في جيم بره الملعب. ماشي. انا ممكن اتفهم رؤيه كابتن شوبير اللي هو هنا في شاشه قناه الاهلي وانا بقولها بيتكلم في الحته دي، لا في جدل اهو، لا في ده كذا وفي ده كذا. طب. احنا مش واخدين اتجاه. لا خالص حضرتك. واحنا سعداء بده. لان ده يدل ان مفيش توجيه للكلام اللي حاصل. ولكن تخيل يكون في شك في طرد لاعب، يكون في شك في الهدف، يكون في الهدف اللي هو ملغي، ثم نلاقي نادي بيتكلم ان هو اتظلم تحكيميا. نعم. ما هو ده كابتن، وعايز تحكيم اجنبي. والاهلي ما اصل الاهلي ما بيطالبش بتحكيم اجنبي، اصل احنا متخوفين. ما احنا كابتن لعبنا الجيم ده كتير. ما انا امبارح قلت يا رب، وشفنا القصه دي كتير، قلت يا رب يكون في تصميم على طلب حكام اجانب من نادي الزمالك. وده طب ما هو كابتن المره اللي صمموا فيها يا كابتن احنا خدنا الدوري لما كنا مركز 18. مش عايز اقول حاجه يا اسامه، الاهلي لما جه طلب تحكيم اجنبي في الدوري اللي فات، وده كان من اهم اسباب حسم الدوري في طبعا رأيي. الاربع ماتشات الاخير رحت انت حاطط 70,000 دولار في ماتش الزمالك وماتش بيراميدز، ماتشين بيراميدز وماتش الزمالك. النادي الاهلي عمل كده. نعم. انما كلام يبقى احنا بنعيد سيناريو الضغط على حكم نهائي السوبر الافريقي الشلماني وبنفس الطريقه، هي نفس المبدا. وانا برضو متخوف من حاجه، بما ان الناس بتضغط احنا لا عندنا حاجات هي حقنا ان احنا نقولها. نعم. وانا محمود عاشور ده راجل مصنف ان هو من احسن الحكام في افريقيا. ده في صحيح. على راسي من فوق والله. نعم. بس الراجل ده في استوديو كان قاعد ضيف قال انا خدت فرجت اللعبه بتاعه مباراه بيراميدز بتاعه حسين الشحات للناس في الاتحاد الدولي ومراقبين الحكام، وقعدوا يبعتوها لبعض ويقولوا ده ازاي يحصل. طب ما هو في نفس المباراه احنا عندنا ركله جزاء ما اتحسبتش للنادي الاهلي. نعم. في واقع الدهس. صحيح. هل ده ليه ما اتقالش؟ فانا ما اقدرش اامن ان يكون في تصريحات بالشكل ده واتعامل ان انا عادي. وتصريحات مباراه فاركو اديك حته. تصريحات مباراه فاركو انا كلمت الكابتن عاشور بعدها بعد الحلقه اللي هي قال فيها كده. بعد اللي قاله وقعدنا نتفرج ومش عارف قال بيسموه الاخطاء المش عارف ايه وحاجه كده ساعتها. فقلت له يا كابتن عاشور ما ينفعش ان حضرتك تطلع تقول كده في برامج. طبعا انت راجل حكم رقم واحد في الفار والناس كلها سندتك لما حصلت لك مشكله مع بريرا. ما قلت له كده ما كان يجب انت تقوله للجنه عندك انت حر، لكن تطلع تقوله ببرنامج ده خطا. قال لي معاك كل الحق. طب انا عايز اقول بس ملحوظه. قال لي معاك كل الحق. عايز اقول ملحوظه. نعم. مهمه كابتن شوبير، لان كلام حضرتك وكلامنا ممكن يتاخد على الهوا ويتقال اصل احنا قلنا ان المفروض ما يتقالش فندار على اخطاء الاهلي. لا انا عايز اقول حاجه، هو اصلا الواقعه اللي حكاها على الهوا حكاها باحداث غلط خالص. ده صحيح. وان الفار اتدخل وكان واصلا كل الروايه اللي حكاها. نعم. الاحداث اللي حصلت جوه المباراه ما كانش فيها التنقل بتاع الفار بالشكل ده. صحيح. فهو حتى بيبني حاجه انا شك ان اللي انت بتقوله ده صح. فبالتالي الاعتراض كمان انك بتحكي روايه بتحكيها غلط وحالات تانيه داخل المباراه تجاهلتها. فاولى ان احنا نسجل تخوفنا. نعم. تخوفنا على الاقل من وانا على فكره موافق
ما ينعكس. يعني المره دي انا مش معترض بالعكس، انا دوري ضاع بلعبه فاركو وبيرسي تاو، والبنك الاهلي تدل على انحياز. فاركو والبنك الاهلي تناسي ولا ايه؟ تدل على البنك الاهلي في ماتشين طبعا. الكره الاولانيه لايمن اشرف جابها جون، قال لك سند الكره الثانيه كان سلامه وعمرو الشناوي تقليد فيديو. الكره الثانيه لما رامي ربيعه ما ثبتش الكره، كان امين عمر على الحكم صح، وكان ميدو امين سلامه على الحكم. بنتكلم في عاشور الراجل المرشح، عندنا واقعه بيرسي تاو وعندنا واقعه تصريحات غير حقيقيه، عشان الناس ما تقولش احنا الراجل بيقول حقيقه انتوا ما بيعجبكوش، لا احنا ما بنقولش كده خالص. كابتن بيرجي كاسب ده غلط، لا حتى في مباراه فاركو طلع كابتن عصام عبد الفتاح قال الروايه، محمود عاشور قايد الروايه، كابتن بيرجي كذب الروايه، قال لك اصلا المباراه دي كانت قبل ما انا اجي بثلاث ايام. مظبوط. فازاي انا هتدخل في مباراه زي دي؟ فبالتالي هناك تصريحات طلع من محمود عاشور، من وجهه نظري كان ليجب وجود حكم تقنيه فيديو اخر، ويتم تحديد حكم اخر لمباراه النهائي طالما الاهلي محتمل تواجده في النهائي. ما ده غلط من البدايه بعاشور وفرحان، عارف ده حصل ليه يا كابتن؟ لان هم المره اللي فاتت بعتوا عدد زياده، استعنت عيسى خليفه الحكم الاماراتي، كان حكم مفار في واحده من المباريات مباراه الاهلي باين. كان جزء يروح لمباراه نصف النهائي وطاقم تحكيم، بعد مباراه نصف النهائي يروح طاقم تحكيم اخر ويتم تحديد مباراه النهائي والثالث والرابع. لكن حاليا انت حاططنا امين عمر، مش عايز اقول ان امين عمر ما بيخسرش مع نادي الزمالك، والمباراه الوحيده اللي خسرها مع نادي الزمالك جماهير الزمالك اعتدت عليه في مباراه اسوان، وايضا محمود عاشور وتصريحات محمود عاشور وتقنيه الفيديو. وانا بعد المواقف دي لا بشكك بشكل واضح جدا، وعندي تخوف واضح جدا من قياده تحكيم مصر لهذه المباراه، خاصه بعد الازمات دي، خاصه لو كان المنافس الزمالك او حتى بيراميدز، لان بيراميدز ضغط على عاشور. بيراميدز ضغط على عاشور. طيب احنا مش عايزين غير الحياد طبعا. ولا انا غلطان؟ طبعا. بقول لحضرتك بس مفارقه لو عندنا وقت سريعا. يلا. محمود عاشور اتقال ان النادي الاهلي هو السبب ان هو ما بيحكمش. محمود عاشور في السوبر اللي فات برضو كان حكم فار وشارك بعد فتره طويله للنادي الاهلي. نعم. وهو مرشح ان هو يشارك في النهائي للنادي الاهلي، فحتى ده غير حقيقي بالمره. عايزين الحياد، عايزين العداله لا اكثر ولا اقل. فاصل ونرجع تاني. محتاج يعمل تغيير، لازم يبدر التغيير، فمش عيب ابدا انه يعمل تغيير في اول ربع ساعه، ومش عيب يعمل تغيير في الدقيقه 40، ومش عيب ابدا يعمل التغيير في اول الشوط الثاني. انا بوجه لهم ان هم يركزوا ويشدوا حيلهم، هم لعيبه رجاله واحنا ظهرهم دايما، وجمهور الاهلي طبعا انت عارفينه يعني ما في دار لعيبته على طول، وينسوا اللي حصل يعني في المباراه اللي فاتت، ونبص اللي جاي ان شاء الله. واتمنى من مارسيل كولر ان هو يبدع في خطته شويه ويقدم احسن من كده باذن الله. يكون قلبهم على قلب بعض، ويكون عندهم حماس جامد جدا، ويكون عندهم حسن خلق بينهم وبين بعض، ويستحملوا المباراه كويس، ما يتنرفزوش على الخصم، وربنا يوفقهم ان شاء الله، وان شاء الله الاهلي هيغلب ان شاء الله، ويعوض بقى اللي احنا الخساره اللي احنا خسرناها قبل كده. بقول لهم ان هم ينسوا اي حاجه فاتت خالص. ركزوا بس في الماتش ده، لان ده هيبقى مهم قوي بالنسبه لنا. وطبعا معروف ماتش الاهلي والزمالك شكلها ايه. اتمنى من كابتن طبعا كل ان هو ياخد باله من اي حاجه فاتت قبل كده، اللي بيها في الماتش اللي جاي ما يبقاش فيه اي حاجه من اللي احنا شفناها قبل كده. ربنا يكرمهم ويبارك لهم ويرجعوا لنا مجبورين الخاطر ويفرحوا الجمهور الاهلي كله. رسالتي للمستر كولر ان هو يمشي على نفس النهج اللي هو ماشي عليه، لان هو مدرب عظيم جدا، واحنا ما ننساش ابدا ان هو حصل على بطولات وحصل على فوز للاهلي. مش معنى ان هو كل قاعده ليها استثناء، مش معنى ان هو يعني اخفق في ماتش او اثنين ان هو مدرب، لا بالعكس ده مدرب عظيم جدا. أسامة بيسخنني على تصريح، بس أنا ما بحبش آخد تصريحات من برامج تانية عشان بس إيه نكون أمانة، لكني أنا بأرفض تماما إنه حكم عنده مباراة إنه يظهر في أي وسيلة إعلامية. يعني ده حتى المسؤول أنا بزعل من كده، يعني أنا ده مبدئي، يعني لو أنا مسؤول هرفض هذا الأمر يعني. لكنه أنا عايز أسألك أنت، وانت راجل كيوت وطيب وجميل أوي ومسالم وصوتك هادي خالص قوي جدا جدا يعني جدا جدا، وانت اطيب منه برضه الحقيقه يعني. لكن بجد بجد، ايه مشكله بيراميدز؟
ايه مشكلة بيراميدز؟ مشكلة بيراميدز الصورة اللي هو حطها عند اللاعبين في فكرة ان انا ما بلعبش على البطولة، انا بلعب على النادي الاهلي. ده واضح. معقولة يا فارس؟ لا معقول. ما نظر. انا يعني السنة اللي فاتت عنده دوري عام، وانا كان عندي لسه متبقي لنا حوالي 340 مباراة على نهاية الدوري. طب. وكان فاضل له اربع مباريات او خمس مباريات. طب. يعني كان عنده عدد قليل، تسعة يعني. تمام. ولو كسب وكسبني مرة وتعادل معايا مرة ياخد بطولة الدوري العام. فكان بيلعب الزمالك، والزمالك تقريبا كان بلا فريق، والزمالك يبقى متعادل وبيراميدز ما كسبش الزمالك من اكتر من 2000 يوم. نعم. فانا 2000 يوم. لا والله. هو بيراميدز ما كسبش غير مرة واحدة بس يا كابتن. هي مرة واحدة. ولكن الفكرة انا كمان كنت مقتنع السنة اللي فاتت ان فكرة منافسة بيراميدز الاهلي ما كانتش بالصورة الحقيقية اللي الاعلام صورها. ده ما كسب 14 مباراة. اقول لحضرتك بس والاسف بره. بذمتك ودين الاسف بره. ايه يا راجل ما يكسب 14 مباراة؟ ما يكسب 14 مباراة. ما هو في افريقيا كان وضعه ايه وحالته الفنية ايه؟ النادي الاهلي اول ما رجع ودبدب جنبه بس بلغة الكورة، ايه اللي حصل؟ ما الدنيا فك من اول ماتشات الاهلي وقبل ماتشات الاهلي وبعد ماتشات الاهلي. الدنيا فك. الاهلي يكسب 21 مباراة ورا بعض؟ انا مش متوقع. انا كنت واثق ان الاهلي بطل الدوري واول وفي عز ما بيراميدز كان بيحقق الانتصارات المتتاليه دي. انا قلت بيراميدز هيصدر لنفسه مشاكل، هيدخل في صراعات. النادي الاهلي هيصدر له ضغوط، والنادي الاهلي اول ما يبدا بلغه الكره تاني نبدب جنب بيراميدز، بيراميدز هينهار. لان ضغط المنافسه ده النهو بتاع النادي الاهلي. ده الحته الكي بتاعي، المفتاح بتاعي. هو ده، ان انا ازاي اتحمل الضغوط دي، وده ذكاء المسؤولين. ولكن بيراميدز انا بشوف ان تجربته بتثبت كل مره ان هو عينه على النادي الاهلي. مش عينه على البطوله. ما هو بيخسر من النادي الاهلي. واللي عينه على ما هو انت بتخسر. خسران كاس من النادي الاهلي وخسران سوبر من النادي الاهلي. لا بس نتائجه ما انا هقول لحضرتك. ما انا لما اشوف الناس جوه المباراه مع نادي الزمالك وبيتلغي الهدف اللي حصل ده، انا عايز اقول لحضرتك هو لو الحاله دي مع النادي الاهلي كان زمان الناس من المدرجات كلها في الملعب. ما احنا كنا بنشوف التصريحات اللي بتحصل، كنا بنشوف باتشيكو من المدرجات بيراميدز مش مدرجات. طبعا. انا بتكلم عن المسؤولين. حتى المسؤولين في المدرجات، ما اتكلمش جماهيريا طبعا التنظيم. انا بتكلم على شفت الكابتن هاني سعيد في اللقاء بعد كده كان كيوت يعني، وقال لك انا معايا الصوره. لا اتكلم يعني بهدوء يعني. انا عشان بس ما يتقالش. لا يعني هاني اتكلم بهدوء، قال لك انا معايا الصوره ومعانا الفيديو انه بتثبت ان هو مضغوط طول الوقت بتصريحاته ضد النادي الاهلي. لا ده اتكلم هادي. انا شفت عروق. لا هو يقصد فرصه بس اقول لك ان انا شفت هي الكابتن هاني هو طلب لك ان انا معايا فيديو انها بهدف صحيح ومعايا الفيديو بس كده. يعني انا شفت ساعه الاهلي هاني يعني بدا يمتع. لا ما بيستناش يوصل للاستوديو يا كابتن. من الملعب بتطلع التصريحات. كابتن هاني سعيد بتطلع كده مرتين مع المنتخب في النهائيات ومع اي ماتش يخص النادي الاهلي وهو في بيراميدز. ما هو مدير كوره ما تزعلكش. طب هو مدير كوره النادي الاهلي بس ولا يعني يمكن يعني هو ده التاسك بتاعك ولا الجوب ديسكريبشن بتاعتك ان النادي الاهلي يعني انت شايف ان بيراميدز مركز مع الاهلي اكتر ما مركز مع البطوله؟ بيراميدز عينه على النادي الاهلي، واللي عينه على النادي الاهلي بيتعب. اللي عينه على النادي الاهلي بيتعب ومش هتوصل لحاجه. لان انا بقول النادي الاهلي مرهق. انت كابتن بتتكلم مرهق كمنافس. ده انا ما اتمناش بيراميدز النادي الاهلي منافس لألد اعدائي. يعني النادي الاهلي منافس خارج كل القواعد. لا متعب. فانت بتتكلم يا كابتن نادي على مدار 7 سنوات بطوله الكاس ايه اللي حصل فيها؟ النادي الاهلي ما اشتركش، ما اعتذر عن استمرار فيها، ونادي الزمالك لعب بالبدلاء. المحصله انه خد اللقب، غير كده ما قدرش. فانا بشوف ان هو عنده مشكله وازمه ان هو حاطط النادي الاهلي قدامه. غير فكره التشبع بعدم وجود ضغط جماهيري اللي خلق المنافسه للامانه ما بين الاهلي والزمالك التاريخيه، واللي خلق ان نادي الزمالك رغم ظروف بيمر بيها والنادي الاهلي بتيجي سنوات بيتراجع. لو حضرتك تفتكر في الستينات بعد ما رجعنا باستئناف الدوري في السبعينات كانت مباراه النادي الاهلي والطيران بيتكتب عنوان في جريده الاهرام ان عدد الحضور الجماهيري 100,000 مشجع. ده صحيح. ليه؟ لان هو دي هويه النادي الاهلي. انا لعبت اهلي وترسانه فارس، مع طبعا تحفظ على كلمه 100,000 لانه الاستاد مش 100,000. هجيب لحضرتك المانشيت. هجيب لحضرتك المانشيت. مبالغة صحفية. هو يقصد مبالغة صحفية. طبعا انا بتكلم حضرتك 100,000 حاولوا الحضور. يعني هو المرتين اللي تقدر تقول ساعة الاستاد كانت تخض الانجلبير. اسماعيلي وانجلبير واهلي ومنشن جلادباخ. لانه هي يا رب تجيبوها لنا يا جماعة صورة تبقي الاصل على الكشافات وعلى الاعمدة وعلى ماتش بنفيكا برضه الناس كانت. لا ده انا ما شفتوش بقى، ده كنت لسه في اللفة يعني. لكنه حتى الفيديوهات بتاعته صغيرة شوية. الكابتن عادل هيكل الله يرحمه كان دايما يكلمني على المباراه دي. لكن انا قصدي انه انا اهلي وترسانه في استاد القاهره مش مزعجه جماهيريا، احنا ما عرفناش ندخل الاستاد. يعني لقينا الملعب على اخره وما عرفناش ندخل الاستاد. طيب اذا انت شايف انه بيراميدز مركز مع النادي الاهلي وده ماثر على
أداؤه في البطولات. أنا فهمت كده صح؟ لا، هويته هي منافسة النادي الأهلي مش تحقيق اللقب. طيب النادي الأهلي كان أفضل له يلعب الزمالك ولا يلعب بيراميدز في الفاينل بتاع السوبر؟ لا الزمالك طبعا. الزمالك طبعا. اه طبعا. مش بس فكره ان انت خسران بطوله قصادهم فانت عاوز تعوض ده بسرعه لان النادي الاهلي وجماهيره ما بتستناش على فكره الخساره كتير. لا لو اتكلمنا بقى كوره وفنيا لا بيراميدز اعلى من الزمالك فنيا. الزمالك بيمر بمرحله من وجهه نظري فنيا مش افضل حاجه. لسه كسبانك في السوبر. كسبان لان انا كنت سيء. سيراميك كليوباترا عمل ماتش للاسف على الاهلي افضل من الزمالك عمله على الاهلي. مع كامل احترامي لتدريب سيراميك كليوباترا. ده معناه ايه؟ ان احنا بناكد كلامنا. انت مش في حالتك كابتن. منافس النادي الاهلي هو النادي الاهلي. النادي الاهلي كويس مع كامل احترام لكل الفرق المصريه في مكان مختلفه تماما. يعني الاهلي لو في حالته انت مش قلقان. مش قلقان خالص. نعم. طب ازاي الاهلي يبقى في حالته قدام الزمالك؟ ان كولر يستعيد هويته عشان الاهلي يستعيد هويته لان الحقيقه كولر بعيد تماما عن كولر اللي اشتغل مع النادي الاهلي اخر سنتين. عايز يخسر يعني مثلا ولا ايه؟ انا ممكن تفتح اسئله كتير لكن اكيد ما فيش مدرب فعلا عايز يخسر. وزي ما قال فارس لكن حسابات. احنا اقتنعنا يا اسامه بقى انه كان والله كابتن مصمم يرجعنا النقطه الصفر وانا ممكن اروح لفاصل واكمل الحلقه انا وفارس يعني. ويا نهار ابيض يا كابتن. يعني يا نهار ابيض. احنا اقتنعنا يا اسامه بقى. الله هيوحشنا قوي على الصحبه ده يا عم فارس ده. احنا اقتنعنا خلاص. وانا اقتنعت. انا دلوقتي عايز اسال او انا بسال دلوقتي ان شاء الله باذن الله الاهلي في حالته. الاهلي في حالته يا كابتن. كيف يصبح الاهلي في حالته؟ ان هو يرجع ما يلعبش في التشكيل. حط ماشي. التشكيل اللي انت عايزه والاهم ممكن اقول لك التشكيل على طول. لا استنى قولي. انا هعكسها. قول التشكيل من الامام للخلف. تمام. وانت تقول الخط وبعدين يرجع هو يقول. تمام. يلا تمام. يلا مين اللي يبدا؟ الامام. ها قول انت الامام. طبعا انا مع الامام ان يكون موجود حسين الشحات. الشحات طبعا. هضطر اقول بيرسي تاو لان رضا سليم ما لعبش مباراه مع كولر في بدايه الموسم فاقول بيرسي تاو في البدايه وامامه وسام ابو علي. ده الثلاثي. وسام وبيرسي. اتفضل يا عم فارس. لا اسام قول. طب انا ممكن اختلف معاه في الثلاثه. انا عايزك تختلف. انا عايز اختلف. انا نفسي رضا سليم. انا ما اختلفش يعني. نفسي رضا سليم ياخد فرصه. بيرسي تاو قدام الزمالك رقميا ما بيعملها. انا مش بقول لك انت حضرتك حطيت تشكيل. انت قلت الشحات وسام وبيرسي. ده اللي هيلعب. انت ما تقدرش على راي الراجل. ماشي. انا قلت رايي. خلاص بقى كابتن شوبير. عايز ترجع ارجع. عايز ترجع في رايك ارجع. امنيات ولا كولر؟ لا ما لناش دعوه. التشكيل اللي انت شايفه الامثل. انت شايف ايه؟ الامثل؟ لا الامثل رضا سليم وحسين الشحات لا 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 معلش. اصل انت اديله فرصه ثانيه. عارف النقطه بتاعت اديله فرصه ثانيه. طيب رضا سليم وسام الشحات طبعا. يلا انا متفق. ثم الثلاثه انا بشوف ان امام مروان. استنى اصبر شويه عشان انا ماليش راي. طيب لا ده حضرتك. انا بقى وسام والشحات وطاهر. تمام. استغل حاله الثقه اللي هو فيها. تمام. حلوه يا كابتن. واقدر العب بطاهر والشحات وليها وليها ابعادها طبعا ودوافعها النفسيه جدا. ده وجهه يعني. نظر. تعالى لنص الملعب. اقول قول. انا شايف مروان ماشي وامام وامام ونفسي كوكا يبقى معاهم. كوكا بالورك ريت العالي بتاعه ماشي. بطاقته البدنيه بانه لاعب انا شايف انه يقدر يدي النادي الاهلي حلو. حاجات كتيره قوي النادي الاهلي مفتقدها. مروان وامام وكوكا. اتفضل. انا عايز كوكا ومروان. كوكا وامام وقفشة. انا محتاج ان النادي الاهلي يبدا يلعب يلعب باتنين. اتنين كوكا تمام. ده سلم نص الملعب. كوكا سنة بس وامام وقفشة. انا اتمنى يا كابتن احنا النادي الاهلي والنادي الاهلي مش محتاج ابدا ان هو يلعب باتنين في وسط الملعب. هويتهم تميل لفكره الدبل سكس حتى لو انا بوظف لاعب منهم في مركز 8. انا لازم اكون عندي الاستحواذ والاستحواذ ده هيتصنع من لاعب 8 بمعنى 8 زي امام زي ما بدا الموسم ماشي. الماضي ولاعب عنده الكره ويقدر يطلع بالكره ويقدر ياخد الريسك باص زي محمد مجدي. طيب هختلف معاكم في حاجه. اتفضل. مروان كلنا متفقين. امام متفقين. انا هقول هنا اكرم وهقول ليه. اتفضل. هقول انه معايا قفشه ومعايا كوكا دول ورقتين فله. يعني دول ينزلوا الشوط الثاني يعني يعملوا لك كل الشغل اللي انت عايزه في اي نتيجه طبعا. كسبان او لا قدر الله متاخر او متعادل وعايز تكسب. فانا شخصيا بحب حته التامين وعندي امام ما شاء الله رايح جاي وعندي ثلاثه مهاجمين قدام. بس عايز اقول لكم يا جماعه شوفوا القصه صعبه ازاي. فارس اختار تشكيل
واسامه اختار تشكيل وانا اخترت تشكيل. تعال نروح للدفاع. ممكن اعقب بس على النقطه بتاعتك؟ طبعا. انت عقبت على تشكيلي. اتفضل. لا اتفضل طبعا. التشكيل هنا ديمقراطيه. تكلم. هنا ديمقراطيه. تكلم يا ابن الشعب. تكلم يا ابن الشعب. انا متفق تماما معك. كابتن احمد شوبير حط التشكيل الامثل للنادي. يلا قول. التشكيل ده الثلاثي ده. اتذكر يلا. خلاص بقى. الثلاثي ده اللي لعب ماتش السوبر وفقدنا الاستحواذ امام. السوبر الافريقي قصدك؟ وفقدنا الاستحواذ. امام نادي الزمالك. فانا شايف ان لا لازم يكون عندي لعيبه كويره في وسط الملعب. عموما هنا الخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. تعال نروح للدفاع. بس انا متفق ان تشكيلك الامثل. خلاص بقى. هو بس بيقول رايه. هيوحشنا. يلا هات الديفنس. ناحيه اليمين انت خلاص عمر كمال. لان خالد عبد الفتاح وهاني مصاب. انا بقى عايز اقول الاثنين المتاحين اللي هو ياسر. انا رامي ربيعة. بس انا اتمنى كنت اشوف يوسف ايمن مكان ياسر ابراهيم. كنت اتمنى. لكن بما ان ياسر وربيع عايز اقول بس نقطه واحده كابتن. هنا ان ربيع اللي يلعب ناحيه اليمين وطبعا يحيى عبد الله. ليه ربيع يلعب ناحيه اليمين؟ ربيع حاليا بعد خروج محمد عبد المنعم هو اكتر سنتر باك في النادي الاهلي قادر على التدرج بالكره. قادر على انه يطلع بالكره. طيب. فانا لما بحط ربيع شمال بدخل رجله اليمين داخل الملعب فبيبقى في مشكله. ويحيى عطيه الله. طبعا تمام كده. عمر ولا اكرم باك رايت؟ لا عمر. 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 وياسر. عمر وياسر. ورامي. مش هتفهم. مالكش دعوه بيه. لا عمر وياسر. انت لا تتذكر. هو يتذكر. وربيعه ويحيى عطيه الله. ولكن انا بقى طبعا الكلام عن يوسف ايمن مهم. ولكن اشرف داري هي مفارقه غريبه يا كابتن. الاصابات. انت منعم حسيت بغيابه. طبعا مع احترام لكل اللعيبه الموجوده اكيد. ولكن احنا بنتكلم عن واجبات. كنت انت مش هتحس بان انت عندك مشاكل فنيه فيها وانت بتطلع بالكوره. انا شايف ان احنا افتقدنا اشرف داري. ومش هنا وبس. انت جايب لاعب زي ده كابتن شوبير عشان سوبر افريقي عشان سوبر مصري عشان كاس عالم للانديه ثلاث ماتشات. انا بشوف ان الدوري انت كنت هتقدر تمشي فيه. معلش ان شاء الله. ان شاء الله البركه في ياسر ورامي ان شاء الله. حراسه المرمى رايي طبعا منافسه ما بين اثنين حراس وده جميل. مصر كسبتهم. بشوف ان مصطفى شوبير انا مع ان هو طالما خد في المباراه الاولى يكمل. انا ده وجهه نظري. سيادتك كابتن مصطفى شوبير وكابتن مصطفى شوبير هو قال مصطفى شوبير الوحيد اللي قال عليه كابتن يعني. لا والله تختار مين في حراسه المرمى؟ بص يعني انا شايف المنافسه دي بترجعنا تاني لجيل الثمانينات. مش مجامله في حضرتك وحضرتك قاعد بالظبط نفس التاريخ بيعيد نفسه. كابتن اكرامي وكابتن ثابت البطل وكابتن احمد شوبير ده مختلف تماما لاول مره من فتره طويله نلاقي الثنائيه دي. فانا ادعم اي حارس مرمى. طب انا عايز بقى اقول حاجه في الحته دي برضو. الماتش اللي فات عشان الناس تبقى فاهمه ان ازاي هي وجهه نظر. انا كنت مع ان الشناوي يبدا. والله طبعا كتبت التشكيل المقترح وقلت ان الشناوي يبدا. ولكن انا بتكلم في اطار ان مصطفى لعب الماتش الاول. وانا مش مع مدرسه فكره ان جوه بطوله واحده حتى حد خد مباراه وفي نفس البطوله الماتش اللي بعده حد تاني خد مباراه. انا اتفهم ان ممكن مصطفى يكمل ثم بعد كده بتروح لماتش العين الشناوي يكون موجود عادي خالص. طيب يبقى احنا اي حارس مرمى من الاثنين. انا بعتقد انه بطريقه قرايه الفكر مستر كولر انه الشناوي قد يكون اقرب لحراسه المرمى في هذا الامر. انا لازم في نقاط لازم يعني اعرج. حلو اعرج دي. طبعا اعرج عليها. بحب اللغه العربيه جدا. اعطف عليها يعني. فاهم؟ عطفا عليها. عطفا عليها يعني. انا الحقيقه من الناس اللي بحترم الدكتور كمال درويش جدا. جدا جدا جدا. لكني ذهلت لانه انا حصل كلام كتير بيني وبين الدكتور كمال درويش يعني. طبعا. ونسب الى المهندس مصطفى مراد فهمي في قصه. أنا آسف والله دكتور كمال حقك عليا يعني. مختلقة رواية من بدايتها لنهايتها مختلقة تماما يعني. لأن أنت عارف الانتخابات بتاعت 2017 دي أنا إيه كنت في المطبخ في قلب المطبخ يعني. طب. ساعتها فكنت متابع كل صغيرة وكبيرة وحتى جابوا لي حاجة وأنا بعقب. لا ده بالعكس أنا شفتها. ده لما أنا أكمل لك. طبعا. واحد إيه بيقول لهم انتوا ما تعرفوش عمل ايه في الاتحاد الافريقي. فانا طبعا رديت انه ايه اللي اتعمل ورديت بالادله عبس. وبالمستندات وهكذا يعني. ف انا ما بحبش اتكلم لا في موضوع نادي القرن ولا اعظم قلعه رياضيه ولا اكبر قلعه رياضيه. انا من حق كل واحد انه يشوف نفسه اكبر قلعه واعظم قلعه واروق قلعه ولا في مشاكل عندي في الحاجات دي.
لكنه انا بس بزعل لما واحد زي الدكتور كمال درويش يقول عكس اللي كان بيقوله طول عمره. طبعا اتفضل. اولا طبعا كابتن شوبير هو لقب نادي القرن ده لقب موثق يختلف طبعا عن قلعة رياضية. انا بتكلم ما بتكلمش على فكرة نادي القرن، بتكلم على فكرة تصريحات الدكتور كمال عشان انا بحبه بس. تمام نتكلم بقى في فكرة تصريحات دكتور كمال درويش. انا بالنسبة لي تخيل بقى كابتن شوبير اللي مزعلني ان انا من مدرسة حضرتك والله يعني انا دكتور كمال درويش في عز الهجوم عليه وان هو ضيع لقب نادي القرن واتقال كده، يعني تخيل حضرتك نادي الزمالك قال كده في اعلامه الرسمي وتعرض الراجل لحمله غير صعبه عادلة. جدا وغير عادله لانه الامانه الراجل كان النادي الاهلي بيحرص حتى في كل بروتوكولات ولا احتفالات ان هو يكون موجود لان هو قامه اداريه. صحيح. وانا بقول دكتور كمال درويش قامه اداريه ورجل تربوي ورجل أكاديمي وأمور كتير جدا لازم تتحط في الاعتبار. ولكن هنا المسؤول اللي ما يقعش تحت ضغط الإعلام وتحت ضغط رغبات الجمهور فآجي أقول الحتة دي مضايقة جمهور الزمالك مني فأنا حلمي تصريح ربما يغير الأمور في مسيرتي. لا ما تسيبش يا دكتور كمال درويش في نهاية مسيرتك الرياضية وربنا يديه العمر يا رب. إن أنا أسيب النقطة دي إن أنا عشان أجامل الجمهور. أنت طول الوقت لحد سنتين فاتوا او لحد سنه فاتت ما كانش لك التصريحات دي ان حضرتك تتقول وتقول ان الراجل طلع وقال في الانتخابات ازاي انا اسقط وانا جبت النادي القرن النادي الاهلي. مصطفى مراد فهمي ده قامه رياضيه طبعا. ورجل يحسب كل كلمه بتطلع منه. وانا قلت لكم في الحلقه اللي فاتت انه الاهلي توقف افريقيا طبعا في وجوده كان عنده مجلس اداره وسكرتير الاتحاد الافريقي. كابتن شوبير احنا مش عايزين نروح لدي قوي. المعايير اللي اتحطت في 94 اكتر نادي متضرر منها هو النادي الاهلي. انا بس انا مش عايز ارجع تاني لقصه النادي القرن. انا بس ما احزنني ما كان ينبغي ابدا ان ده يروح. كابتن شوبير مشكلتنا في الاداره الرياضيه حاليا النزول على رغبات الجمهور. ده صحيح. احنا لسه بنتكلم في بدايه الحلقه ازاي الجمهور اتصدم من القرار في الكهرباء. اوعى اللي بيدير يروح يسمع الجمهور عايز يقول ايه. صالح سليم طبعا صالح سليم هو ماشى على نهجه وسار على نهجه كل من خلفه كابتن حسن حمدي المهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب. هسالك سؤال وتجاوبني بصراحه. اتفضل. اتفقنا؟ اتفقنا. وتذكر؟ تذكر خلاص من أهل كابتن مصطفى شوبير. هل الأهلي خد حقه كما ينبغي لما فاز ببطولة أفريقيا لكرة اليد إعلاميا؟ لا خالص خالص خالص. الأهلي ما خدش حقه حتى مقصودة ولا الناس كانت لما مجهولة؟ فاز بص يا كابتن أنا في بداية الحلقة كلمت حضرتك وقلت لك لابد أن تنتهي سياسة الطفل المدلل في التعامل مع اللوائح والتعامل الإعلامي. دايما في بعض بيصدر ازمات ان احنا مضطهدين اعلاميا، ان احنا مظلومين اعلاميا، ان احنا مظلومين على حساب اللوائح والقوانين، فبيخلي الموضوع يحصل ايه؟ ده انا هديك اكتر من حقك وده منهجهم. وهم اعترفوا بيه. متحدث سابق رسمي لنادي الزمالك قال النقطه دي. فتروح لبرامج التوك شو تجيب فتيات كره الطائره سيدات الحاصلات على لقب بطوله افريقيا وهي كانت البطوله الوحيده في العاب الصالات اللي الاهلي خسرها اللي الاهلي اللي الزمالك كسبها اللي الاهلي خسرها البطوله الوحيده اللي الاهلي خسرها ولا الزمالك كسبها مصر؟ لا لان الاهلي حقق 18 بطوله في الموسم ده. البطوله الوحيده اللي الاهلي خسرها لا خسرنا بطولات ثانيه بس يعني لا خسرنا دي في قدام الزمالك. انا بتكلم على الفولي في هذا الموسم في الفولي فتروح تلاقي احتفال بفتيات الكره السله الطايره في الوقت اللي رجال كره الطايره في النادي الاهلي فازوا بالاربع بطولات. مظبوط باربع بطولات. انا عندي برونزيه في كاس العالم تاريخيه امام فريق برشلونه في كره اليد. انا كنت اصلا المفترض احتفي بيها كاعلام قبل ما اروح اخد بطوله افريقيا، ولكن واضح جدا ان البطولات اللي بيحققها النادي الاهلي في طريقه نادي الزمالك الاعلام بيخاف شويه، بيقلق شويه، بيخجل شويه. بيخاف من ايه؟ من دبدبه في الارض. دبدبه ايه يعني؟ ما هنقعد نقول مظلوم اللي يخوف الطفل المدلل بيدبدب هيقعد يقول لك انا إيه يعني انا مظلوم اعلاميا. انا بطوله ولازم احتفل بيها. اخاف من ايه يعني؟ لا ده انا نفسي احتفل ببطوله من اصل 18 بطوله مثلا اللي حصلت السنه اللي فاتت، لكن ده طول الوقت يا كابتن انا بقول لك طول الوقت بيكون في قلق من فكره ان يصدر فكره ان النادي الاهلي بيتم المجامله ليه على المستوى الاعلامي فبيحصل ايه؟ بيتجاهل النادي الاهلي. وده امر صعب جدا هو باستثناء قناه النادي الاهلي. طبعا حضرتك طبعا في بدايه القناه مفيش فريق مفيش اعلامي قناه الاهلي بكره الاهلي. نادي الزمالك خد السوبر الافريقي امام النادي الاهلي. اسبوع كامل استضافات لكل نجوم نادي الزمالك واعضاء مجلس الاداره. الاهلي برضه يعني لما بيكسب طب ليه ما حصلش مع فريق كره اليد؟
ليه ما حصلش السنه اللي فاتت مع فريق كره الطايره؟ ما بين شعبيه كره القدم وكره اليد عشان نكون امنا يعني. طب ما احنا طب ليه ما حصلش في الطايره؟ ما انا في برامج توك شو يا كابتن جابت فتيات كره الطايره في نادي الزمالك، برامج توك شو مش رياضيه. طيب انت متفق معايا او انه كان هناك تجاهل اعلامي خارج الاهلي طبعا لهذا الحدث؟ انا برضه عايز اخدك في سيكه كده صغيره. قلقت انا كده؟ لا لا والله بالعكس، انا مدلعكم النهارده اخر دلع يعني. طب بدليل وانا عملت حاجه سبتك اهو كله بعد الهوا. شفت حوار المهندس هاني زاده رئيس منطقه الجيزه الاسبق ازاي؟ شفته كارثي كارثي. طبعا يعني شفته على طريقه فيلم الكتكات بلا مجامله يعني. نسي الميكروفون مفتوح؟ ده نسي الميكروفون. اسمه الشيخ ايه؟ شيخ حسني. شيخ حسني. شفته على طريقه فيلم الكتكات. محمود عبد العزيز طبعا يعني عبقري. لا ده على فعلا على طريقه فيلم الكتكات يعني. هو بالنسبه لي ده حلقه بتؤكد سلسله تاريخيه لحاجات وامور كتير جدا من فكره خدمه المسؤول اللي في موقع مسؤوليه مفترض ان هي بتخدم كل الانديه، ويصرح ان هو كان بيمنع شطب لاعبين، بيتدخل في تقارير الحكام. وانا هنا بالنسبه لي يا كابتن شوبير لا لازم نلقي الضوء على نسق تاريخي ابتداء من حيدر باشا اللي كان يعني حتى تأجل بداية أول موسم للدوري نتيجة عدم تأهل الزمالك لأول بطولة نتيجة أن بعض المباريات كانت أو بعض اللاعبين بيتم الاستحواذ عليهم. كابتن محمد لطيف، كابتن حلمي زمورة في مباراة الترام أكيد إحنا فاكرين الواقعة وتدخله مع الحكم في داخل المباراة لمحاولة تغيير قراره. بنتكلم في كابتن محمد لطيف موسم 82 اللي هم بيقولوا دوري حسن شحاتة. لجنة الأندية ولجنة الحكام الاتنين خرجوا ببيان ضد كابتن محمد لطيف بيقول ان هو بيوجه المسابقة لمصلحة نادي بعينه. حضرتك متخيل ده تاريخيا؟ ثم بنيجي الأستاذ عمرو الجنايني وهو موجود في اتحاد الكورة يتقال ان هو سجل لاعبين ويقول انا كنت بكلم أمير مرتضى ان هو يضغط بشكل او بآخر. ثم بعد كده كابتن أيمن يونس يقول انا بشكره ان هو أيد لي اللاعبين رغم وجود مديونية بالمخالفة للوائح. ثم بعد كده يفسر السياق التاريخي ده كله تصريح من المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك وقتها عمرو الدرديدي، وهو بيقول احنا بندعي المظلومية عشان ناخد اكتر من حقوقنا. واعتقد السياق التاريخي ده كله هاني زاده حلقه فيه، مش هو اول حلقه ولا اخر حلقه، ده مجرد نسق محتاج نشوفه تاريخيا. وبنطلب حاجه واحده بس، المسؤول حينما يتواجد في اتحاد لازم يشتغل لكل الانديه، ما بيشتغلش لصالح نادي بعينه، لان ده شيء بنوصل صوره قبيحه عن الرياضه المصريه. والاصعب كمان المجاهره والتفاخر بان انا كنت بخدم نادي الزمالك. ويمكن مش هو بس اللي قال كده، ده برضه هو عمرو الجنايني بيقولها، كان بيؤكد ان هو بيخدم نادي الزمالك. وانا ما اعرفش ازاي مسؤول رياضي يتربى على فكره ان هو يقول ان انا سعيد ان وانا في منصب يخص كل الانديه كنت بخدم نادي بعينه. انا ده ما شفتوش. ثم بنيجي نتكلم عن مصطفى مراد فهمي. يعني الوضع صعب. انا عايز بس اقول لك حاجه الحقيقه، لان انا عشت شويه من الايام دي، انه الرئيس اللي كان قبل المهندس هاني زاده كان استاذ عمرو السعيد اللي هو مسك رئيس نادي الصيد قبل كده، من الشخصيات المحترمه جدا يعني. وعمل انت عارف انه منطقه الجيزه مسؤوله عن نادي الزمالك يعني. القيد بتاع نادي الزمالك بقى في منطقه الجيزه، فبياخدوا 3% ومعاهم الترسانه ومنطقه القاهره النادي الاهلي، النادي الاهلي بايد فيها فبيدفعوا الرسوم اللي هي 3% وكذا. فهم منطقتين غنيتين سواء الجيزه او القاهره. فعمر السعيد لما كان ماسك رئيس منطقه الجيزه ومشي عشان بقى يروح نادي الصيد و فكان سايب وديعه ما بين 5.5 مليون الى 7 مليون عشان الذاكره لا تخن يعني. العصر بقى اللي بعديه كانت مديونه باكثر من 3 مليون جنيه. انت حضرتك النهارده بتدي قنابل ما شاء الله. أنا بقول معلومات اللي عايز يشكك فيها يقول من 5 و6 مليون لمديونين. لمديونات يعني رهيبه جدا جدا يعني. ما يمكن 3% من نادي الزمالك ما كانتش بتدفع. لا 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 لا، مديونيات لا، ده موضوع وكان موضوع كبير. معادي 3% كان موضوع كبير في اتحاد الكره. انا قصدي ان انت بيدخل لك دخل وعندك فلوس، والانديه الصغيره دي بتسجل بتدفع فلوس وقصه يعني. طيب خليني قبل ما اشكركم، لا انا عايز اتكلم في موضوع هاني زاده ده.
تاني؟ هو فارس قال انا انا مندهش ان فارس قال ان هو مندهش من التصريح بعد السرد اللي سرده ده كله. لا انا شايف ان ده اللوجيك ده مندهش طبيعي في المجاهره بيه مش في ان هو يعمل. برضه ده الطبيعي ده الطبيعي للاسف يا كابتن. هي الفكره كلها ان الكل انا قلتها من سنين ان اي مسؤول في نادي الزمالك بيخدم نادي الزمالك من موقع مسؤوليته. ده لو مدرب هيخدم نادي الزمالك مدرب، لو مدير كوره هيخدم مدير كوره، لو في الجهاز الفني للمنتخب هنلاقي لعيبه بتطلع من المعسكرات عشان توقع لنادي الزمالك، هنلاقي يعني الامور دي طول الوقت طول الوقت. وللاسف الاعلام بيقلق ان هو يتناول القضايا دي على اساس ان القضيه دي صعبه، بس الحقيقه كابتن يعني الاستاذ هاني المهندس هاني زاده يعني قدم سنه ونص برضه من تاريخه في خدمه نادي الزمالك خارج مصر، يعني برضه الاسباب كانت وقت رئيس كان مقيم في سويسرا سنة ونص تقريبا وبعدين شوية في لبنان لما كان يعني في فارق عملة وصار أسعار عملة. قبل بس ما أشكركم، بكرة الأربعاء الساعة 3 في استاد الأهلي هيكون تغطية خاصة وكواليس مختلفة، استوديو تحليلي مباراة الأهلي مع إنبي دوري الجمهورية 2008، كابتن أحمد شكري نجم الأهلي السابق وكابتن الدكتور أحمد ثابت محللنا الجميل، كابتن ناصر عباس تحكيم مع نجمنا الجميل كابتن أسامة حسني، عشان تبصوا على ولادنا الصغارين. أعتقد النقل هيبقى بشكل مختلف بأمر الله سبحانه وتعالى. أما بالليل فربنا هيرحمني من الاثنين دول، وهيبقى معايا النجم الجميل كابتن هادي خشبة، وهيكون قبلي أيمن جيلبرتو ومحمد الباز، وكل حاجة خاصة بالسوبر نهائي السوبر ما بين الأهلي و الزمالك. ليه يا كابتن دايما استنى بس اخد لك السوشيال ميديا بقى ماشي خلاص حلو. بس يعني لازم يعني ليه انت حضرتك مش بتحب الترند؟ لا مش بحب الترند، بس مش هو الاساس بتاع شغل طبعا. احنا طبعا ده يعني مش اساس لكن بحب الترند، هي فرصه بس نشكر جماهير النادي الاهلي. طبعا بالعكس بالعكس خد راحتكم تماما. الحقيقه النهارده انا دايما بقول اساسي هو شغلي يعني بالظبط. لا حضرتك معروف، لكن حقيقي نشكر جماهير النادي الاهلي ان النهارده حارس الاهلي اليوم الثاني على التوالي هو الترند رقم واحد في مصر، وده شيء طبعا طبعا تستحق الشكر، ودايما يا رب عند حسن ظنكم. اللي متغطي بجمهور الاهلي متدفي طبعا طبعا. ما في زي جمهور الاهلي يا كابتن، والله ما في زي جمهور الاهلي. اللي متغطي بيكوا متدفي. يلا على السوشيال ميديا الشاشه، احنا مش شايفينها. اول حاجه هشتغل يا عم احمد محمد، منور الدنيا كاب شوبير والثنائي اسامه وفارس منورين. هل هيتاثر الاهلي ذهنيا بما يدار في الفتره الاخيره قبل مواجهه النهائي بسبب استبعاد كهربا وكذلك ازمه لاعبو الزمالك، وماذا يحتاج كولر فنيا لحصد كاس السوبر المصري؟ هتجاوب بمنتهى السرعه انت هتاخد اللي بعديه اسامه. بمنتهى السرعه الاهلي لن يتاثر، انت اللي اعلنت مشكله الزمالك تاثر على الزمالك مش علينا. كولر محتاج يرجع يلعب بالشكل اللي احنا بنتمنى يكون كان بيجهز الفريق ليه. ايه اللي بعد؟ انزل يا سمس. هاني ادريس، ده هاني ادريس بيتكلم من اليونان، بيبعت من اليونان، ده من اصدقائنا الاعزاء. الاهلي يمرض ولا يموت؟ الاهلي مش مرضان يا هاني والله، نام زعلان صحي زاد عشقه للكيان، ده الاهلي وطن. هو كاتب قصيده شعر يعني. شكرا يا هاني يا جميل. اللي بعد نوره الحكيم، دي من الاهلاويات اللي على تويتر مكسره الدنيا. مساء الخير منورين قناه الاهلي، سؤالي ايه التشكيل المناسب اللي يبدا بيه كولر؟ اختلفنا فيه احنا الثلاثه بس في الاخر رأي انا اللي هيمشي طبعا طبعا يعني. يلا وكابتن مصطفى شوف ايه. طيب عمرو منصور، عندي سؤال، ليه ما نلعبش كاس الرابطه باللاعبين المستبعدين مع اللاعبين الشباب اللي متقسم فيهم خير تحت قياده برينجر؟ قول رد يا احمد. هو خلاص دلوقتي خليه لسه ده لسه فاضل له لسه. هو خلاص دلوقتي خلاص تم تحديد كاس الرابطه بعد نهايه الموسم في حاله نهايه الموسم في مواعيده 30 مايو، وبالتالي النادي الاهلي هيشارك، لان اصلا حتى نازل غرامات صعبه جدا على اي فريق من الدوري ما لا يشارك في هذه البطولات. فاتمنى طبعا يكون في تجربه للاعبين الشباب. وعجبني قصه مباريات وديه بعد كل مباراه سمعتها تقيده برينجر، حتى لو الوقت ضيق لكنه لعيبه ما بتلعبش من حقهم انهم العالم كله بيعمل كده. العالم كله بيعمل كده، كنا بنعمل كده. كابتن محمود الجوهري لما جه مسك مدير فني الاتحاد كان عنده ان هو الدوري ده شيء جميل يعني. اللي بعد احمد الخطاط، صح كده؟ ايوه احمد. مساء الورد على حراس الاهلي، حلوه دي حراس الاهلي يعني، صح. شرف لينا طبعا. لا والله حلو قوي. هل سنرى مباراه الاهلي القادمه مع الزمالك والعين حاجه مشرفه وعالميه يكون التشكيل السابق تمويه؟ احنا قلنا نتمنى ان التشكيل اللي فات يكون تجهيز لمباراه الزمالك، وان كان ده كان مغامره. مباراه العين صعبه وصعبه جدا. ان شاء الله خير.
اللي بعده حسن، هل الاهلي بيعاني من ضعف اللياقه البدنيه والا فما سبب الارهاق الشديد للاعبين؟ سؤال حلو. هو سؤال حلو بس صعب ان هو يجي في بدايه الموسم، ان النادي الاهلي في بدايه الموسم واول ماتشين بيعاني من ضعف في اللياقه البدنيه. اتمنى يكون ده تمويه معاك على الخط. تمويه ماشي. اللي بعده اشمعنى دلوقتي متاخر يا اللي بعده هشام ديودار، مساء الخير حارس الاهلي كبشوبير وضيوفك اللي منورين الدنيا كلها، ايه رايكم في تشكيل الماتش السابق وهل مستر كولر هيرجع للسابق ويعدل الدنيا؟ ما احنا بقى لنا ساعه ونص ماسكين اسامه هاريين. اللي بعده السلام عليكم، ده ممدوح، السلام عليكم منورين القناه، سؤالي الفارس واسامه، كابتن بلال علام قال في تعليقه على ماتش الزمالك بيراميدز، الزمالك اقبل قلعه رياضيه في مصر، وقال الجزيره قصده الجزيره افضل تسعه في مصر، عايزين رد على كلام علام. انا الحقيقه مش من المدرسه دي بس بسرعه. لا مش هنرد على اشخاص، ولكن يعني فيستون مايلي وأسامة ابو علي هدافين الدوري، والجزيري افضل تسعه في مصر، والزمالك افضل قلعه رياضيه في مصر. وجهه نظر. خلينا ناخد اللي بعده، عبد الرحمن محمود، مساء الخير، افضل تشكيل نبدا بينا السوبر البدلاء الخمسه. حلو ده السؤال يا اسامه، يعني مين البديل اللي انت، البدلاء بقوا تسعه على فكره مش خمسه. لا ما هو البديل اللي انت شايفه يعني يقدر يكون مؤثر. ما هو لو قفشه ما لعبش اساسي، قفشه افضل لاعب ينزل يغير مجريات الامور. نعم. وماتش نهائي الكاس في السعوديه كان خير دليل. 10 على 10. اللي بعده نجوى صبري، منورين شاشه الاهلي، راي حضراتكم لو كولر لعب بنفس طريقه سيراميكا، وهل هو ما بقاش عنده حلول او خطط للعب المنافسين، ولا ايه المنظر اللي شفناه في ماتش سيراميكا ولسه الصفقات الجديده مش بتلعب واول ما بتيجي زي باقي الفرق، وليه مش بيلعب رضا سليم وهو لاعب اجنبي جايبينه يقعد ولا ايه؟ هقف عند رضا سليم بس. يلا. انا من الناس المقتنعين انا بحبه سليم جدا. نعم. وشايف ان رضا سليم هذا اللاعب جه مكسب الجيش الملكي دوري. نعم. وانا عارف بقول لحضرتك يعني دوري في المغرب، هو يعني اللي جايب دوري بعد غياب سنوات للجيش الملكي. صحيح. اللاعب ده في بدايته مع النادي الاهلي كان معدلاته التهديفيه عاليه. اللاعب ده كان عنده شراسه رهيبه جدا جدا في اللعب على مرمى المنافسين، بعد الاصابه اللي تعرض ليها في الكتف رضا سليم ما رجعش. بس مش هو بصراحه بيتمرن كويس. انا اتمنى ما اجيش اعلق على التعليق ده الحلقه الجايه، لان لو لعب بنفس التشكيله كابتن هيبقى الموقف صعب قوي. لا نفس التشكيل ايه؟ ما احنا اتفقنا يا ابني. انت تاني، انت يا ابني انت مش عايز تكمل معانا كابتن. مش هينفع والله تكمل معانا، انا قلت لك ما نجيبوش افلام. انا مش عايز اجي اتكلم الحلقه الجايه. اللي بعده يلا، بتاع مقاولات، مساء الخير والمسرات منورين الدنيا كلها، تفتكروا الزمالك هينسحب زي كل مره ولا هيلعب الماتش؟ انا ارد عليك اقول لك هيلعب الماتش. اللي بعده باهر ربيع، حلو ان والله ان انت حاطط صوره العامري فاروق، ربنا يبارك لك يا رب. رايك في قائمه الاهلي الحاليه سبب تغيير كولر، هل يكون مترجمه سبب تغير كولر هل يكون مترجمه وصديق بين بعد وصديقه مترجمه وصديقه بعد الاستغناء عنه، والسبب هل الاهلي في حاجه لمحلل اداء عالي على مستوى محمود فايز، سبب نقص اللياقه، هل كولر مدرب بيحبه ويكره ما دور برينجر؟ سريعا. طيب رايي في قائمه الاهلي الحاليه، قائمه الاهلي الحاليه تفتقد لعنصرين في الجانب الامامي. وجهه نظري احنا بالمناسبه خلاص قبل 25 مش هنلحق نجيب لعيب. ما انا احنا بنقول كل ما عرض من اللاعبين لا يصلح، وبالتالي تم التاجيل الى يناير. تمام. بقول لك معلومه، ولكن احنا بنقول الراي فقط لا غير. صعب جدا يكون سبب تغيير كولر رحيل المترجم، لانه وافق على المترجم الجديد ويعني اختار ماشي. بنفسه الاهلي في حاجه لمحلل اداء عالي على مستوى عالي، يعني انا بشوف طبعا ضم حد جديد السنه دي طبعا ما ضمه وكابتن محمود فايز طبعا اسم كبير وكان مع منتخب مصر طبعًا. لكن نتمنى نشوف الايه التيم الجديد مع فايز، مش محلل اداء، فايز مدرب. نقص اللياقه البدنيه والذهنيه للاعيبه الاهلي، احنا بس بنتكلم في بدايه الموسم. هل كولر مدرب بيحب ويكره؟ مفيش مدير فني في العالم ما عندوش مشاعر بيحب ويكره فيها. دور برينجر؟ ما دور برينجر ده اللي احنا المفترض نشوفه. هو كان المفروض جايبه عشان اللعيبه اللي ما بيلعبوش بشكل اساسي. اخر حاجه وبعتذر والله، حقكم علينا يا جماعه، انه يعني انا اسف والله. الهواري، انا اخذت اجازه يعني من العياده مخصوص بدل بكره عشان الحلقه دي يا كابتن شوبير. ده جمهور الاهلي يعني ببساطه، كابتن شوبير ده جمهور الاهلي. انا والله ناس قبل الحلقه بتبعت ان هم توقيت عندهم مختلف في الدول المغتربين فيها، بيكلموا انتوا بتسهرونا بنروح الشغل يتخصم لنا، قلت لهم اي حد هيتخصم الهواري. فانا قلت لاي حد بيتخصم له بسبب انه بيروح الشغل متاخر بسبب كابتن شوبير، عند كابتن شوبير. اسامه هيدفع، اسامه هيدفع، اسامه هو اللي شايل الليله النهارده. يبقى عوضوا على الله.
نورتنا فارس. ده كابتن سعداء بتواجد مع حضرتك في حارس الاهلي، ونتمنى يعني بنكون بنضيف لجمهور الاهلي، لان حضرتك اوريدي يعني بتضيف لجمهور الاهلي كتير. نتمنى نكون اضافه على الاضافه يعني. تاكيد لا اضافه، واضافه كبيره كمان. نورتنا يا اسامه، بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك جدا، وكالعاده دايما يعني رقم واحد في مصر. ربنا يعزك يا رب. بشكرك، بشكركم اعزائي المشاهدين والمتابعين. الحلقه النهارده كان فيها حاجات كتير كتير كتير. عايزين حاجه؟ السلام عليكم.